دقت النبضات فلأن خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد للجهر والخلوات. الشباب رمضان فيه الخير ينساب. هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز عمان للمؤتمرات والمعارض فورد مستشفى مغربي للعيون. أرض الإبداع الوطنية للطباعة والتصميم والهدايا، يوجد لدينا جميع أنواع الطباعة، تفضل بزيارتنا وستجد ما يرضيك. تميز معنا بطباعة شعار مؤسستك أو أي شيء يخطر في بالك. شعارنا الجودة والتميز. خدماتنا الطباعة الحرارية والرقمية، طباعة اللوائح الإعلانية، الهدايا بجميع أنواعها، توزيعات المواليد، تنظيم أعياد الميلاد، تنظيم الحفلات. موقعنا الغبرة الشمالية، للتواصل والاستفسار على الرقم 973-222-290. ولدي عيد ميلاد سعيد. شكرا بابا. خبرني ايش تريد هدية؟ أريد سيارة لعبة وبلاي ستيشن وطيارة وكورة بعد وبرجر واجد وآيس كريم ونقال أحياناً القليل لا يكفي. كيا تقدم لكم فرصة للحصول على المزيد مع برنامج الولاء عناية كيا، حيث العديد من المزايا والنقاط الإضافية وقطع الغيار الأصرية واهتمام استثنائي. عناية كيا للزبائن الحاليين أو الجدد. للتفاصيل زوروا أقرب مركز خدمة كيا. اسكيب مسقط، أول لعبة ترفيهية تعليمية في السلطنة، يوجد بها التشويق والمتعة وبث روح الحماس والإثارة، تناسب جميع الفئات للأصدقاء والعائلات والسائحين وطلاب الجامعات والكليات والدارس. موقعهم في حي الصاروج مقابل شرطة بوشر. للتواصل على الهاتف 24-69-10-10، ويمكنكم التواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام والفيسبوك وتويتر سكيب مسقط. هدية إذاعة سلطنة عمان لمستمعيها لأول مرة، السحب على سيارة لكسس GS 350 ما عليك سوى إرسال رسالة نصية على الرقم 9465 متضمن الاسم الثلاثي، وكونوا من الفائزين في السحب نهاية الشهر الفضيل. 9465 متضمن الاسم الثلاثي، وكونوا من الفائزين في السحب نهاية الشهر الفضيل. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مستشفى مغربي تقدم خصم 50%. احجز موعدك الآن، تطبق الشروط. ألو أبو محمد، أريدك تشتري لي سيارة فورد. في موسم الخير فورد تعطي هدية نقدية حتى 4500 ريال. نتكلم بعدين. وخدمة تصل إلى 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر. طيب تأمين وتسجيل. خلاص بفكر في الموضوع. أنت ليش ما تريد تستغل الفرصة وتجيب لي فورد؟ لأني الحين في صالة عرض فورد واخترت لي سيارة فعلا. قم بزيارة أقرب صالة عرض فورد واغتنم عرض موسم الخير الآن. تطبق الشروط. يا لا لا 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 يا لا لا
الرحيم. تحيات وأشواق وقلبا حن واشتاق، أرددها وأنشدها كماء الورد رقراقا. عام مضى كأنه بالأمس القريب، على ختام وتتويج نجم الإنشاد العماني الأول. وها نحن اليوم على الوعد نعود إليكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الشباب، لنتحف أسماعكم ونشنف آذانكم بأحلى العبق وأروع الترانيم وأسمى المعاني مع كوكبة من أبناء ومنشدي هذا الوطن المعطاء والمتميز بجميع أبنائه في شتى المجالات، لتكون عمان كما عهدناها وعهدها الجميع، ولادة للإبداع، أرضا للعطاء، وأمة منفتحة على العالم بفكرها وفنها وعطائها. اليوم وعبر أثير إذاعتكم إذاعة الشباب ومن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، وفي هذه اللحظات الطيبة المباركة نعلن عن انطلاق برنامج نجم الإنشاد العماني في موسمه الثاني، ليكون كما كان في موسمه الأول أضخم وأكبر مسابقة إنشادية إذاعية في السلطنة بل وفي المنطقة. شح الزمان بأن يجود بمثلكم، والبحر كمن كان في أعماقه الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها، ويرسل شعشاعا نوره القمر. يسرنا ويسعدنا أن نرحب بجميع من شرفنا من منشدين وجمهور ومتابعين، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. تحية من فريق العمل، معاكم في الإشراف العام الأستاذة عفراء بنت أحمد اليحيائية، عبر ناقل الصوت أختكم مشاعل بنت سعيد القاسمية، في المتابعة والتنسيق سيف بن سعيد الهلالي وسعيد بن سالمين الجابري، الإعلانات والتسويق ريم بنت محمود الكيومية، التصميم الفني فهد بن سعيد العلوي، قطاع الإعلام الإلكتروني أحمد بن محمد الحديدي، موسى بن سليمان النبهاني، والعازف المصاحب للمنشدين معنا الموسيقار والعازف يعقوب بن حمد العاصمي، وفي الإشراف الهندسي المهندس يونس بن حبيب المسافر، هندسة النقل الخارجي المهندس يعقوب بن يوسف العوفي، المهندس حسن بن علي الحسني، المهندس سلطان بن سعيد الرواحي، المهندس سالم بن محمد الشيدي، والمهندس يوسف بن محمد البلوشي. وتحية لهندسة الوصلات المهندس طارق بن خليفة المعولي، والمهندس محمد بن خلفان الوهيبي، وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري.
بعثوا مع الحرب الجميل رسالة نحو القلوب ترن للإسعاد. بعثوا مع الحرب الجميل رسالة نحو القلوب ترن بالإسعاد. هي نغمة، هي نسمة، هي كلمة ترنيمة بين الجمال تنادي نجم الإنشاد. شعر رفيع له شأن ومقدار، ما نال رفعته الشماء أحرار. تشع منه معان صاغها قلم كأنها من جمال اللفظ أوتار. تحفها أحرف الفصحى كزائرة من الملوك عليها التاج تذكار. فهنا بمقعد أنس في مسابقة يزينها من رجال الفكر والفن والأدب. رحبوا معاي مستمعينا وجمهورنا الكريم برجال الفكر والفن والأدب والذوق الرفيع، لجنة التحكيم في نجم الإنشاد العماني الثاني. نبدأ مع رئيس لجنة التحكيم. أهلا وسهلا بالأستاذ إبراهيم المنذري الملحن والمخرج. نورتنا أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، مساكم الله بالخير جميعا، مساء الرحمة، مساء المغفرة، مساء الطاعة. نرحب بالجميع، نرحب بالحضور الكريم في استوديو نجم الإنشاد العماني في نسخته الثانية، ونبارك للمستمعين الكرام والحضور قدوم شهر رمضان المبارك. أعاننا الله آمين يا رب على صيامه وقيامه، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أنت اللي منورة يا مشاعل، ضيق نورك. الأستاذ جلال مخرجنا الجميل هو اللي منور، وأيضا الرجل المخلص دائما سيف الهلالي، وجميع الطاقم الهندسي والحضور الكريم وأساتذتي الاثنين الطيبين اللي على يميني وعلى شمالي، أكثر نورا وأكثر بهجة. وأكيد النور راح نستمده هذه السنة وهذا البرنامج الجميل من الأصوات الحسنة والطيبة والمؤثرة من المتسابقين الكرام اللي راح نصحبهم ويصحبونا طيلة هذا الشهر الفضيل بإذن الله. نسأل الله التوفيق في هذه النسخة الجديدة أستاذ إبراهيم، وأيضا النقلة الجديدة من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، جو جديد وحضور أكيد راح يكون إن شاء الله يوم عن يوم جدد، ونشوف ناس جديدة. تحية لكل من كان معنا في النسخة الأولى وما زال دؤوب معنا في هذه النسخة الجديدة. مستمعينا، مركز عمان المؤتمرات المعارض يرحب فيكم، وبأمانة الساحة والليوان جميل جدا وبراحة حلوة ومتعة، وبأصوات المتسابقين أكيد راح يكون في المتعة والجمال الأخاذ الأكثر. أستاذ إبراهيم المنذري، خبرنا يعني عن الجديد في نجم الإنشاد العماني في النسخة الثانية. طبعا أهم ما في البرنامج هذه السنة هو النقل المباشر من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. هذا يعتبر نقلة كبيرة جدا بحضور واسع وعام من الجمهور والمستمعين الكرام اللي أيضا راح يشرفونا يوميا من الأحد إلى الخميس. الجميل جدا في هذا المركز أنه بإذن الله تعالى أتوقع خلال الأيام القادمة، وأكثر شيء بالتأكيد من بداية الأسبوع القادم، بجانب البرنامج وما سيصاحبنا في هذا البث وجود عدة فعاليات. صحيح. أهمها وجود سوق تجاري. نعم. راح يكون يوميا لدار العطاء أكيد، وأيضا سوق خيري. نعم. أيضا موجودة صالات للإفطار، صالات فخمة للإفطار. نعم. متواجدة بجانب البرنامج. هناك فعاليات رياضية، ملاعب لكرة القدم والطائرة وما شابه، أيضا فعاليات للأطفال مستمرة بشكل يومي. هذا ما يخص المكان أو البيئة اللي احنا فيها. نعم. بيئة طبعا فاعلة ونشيطة وجذابة وممتعة، لكي يحظى المستمع والذي يتواجد معنا طيلة الشهر بعدة فعاليات بجانب استوديو بث نجم الإنشاد العماني. طبعا هناك أشياء كثيرة متجددة
الجوائز. طبعا جزاكم الله بخير، ما قصرتوا. الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون دائما يعني كريمة وسخية، كلمنا عن الجوائز، قدمت جوائز أتوقع أنها كثير مجدية. بيكون المركز الأول 3000 ريال عماني، نعم، والفائز بالمركز الثاني 2000 ريال عماني أتوقع، صحيح، والفائز بالمركز الثالث 1000 ريال عماني. بالضبط. هذه الجوائز النقدية بجانب جوائز عينية أخرى راح أكيد أيضا تكون على مسار المفاجآت القادمة طيلة هذا الشهر، غير الضيوف والفعاليات اللي أيضا نحب نعلن عنها في وقتها، عشان أيضا تكون هناك في أشياء أيضا نقول إنها مفاجأة، يعني مفاجأة وتكون في وقتها أكيد. والمفاجأة الكبرى يا مشاعل هو السنة البرنامج متجدد بأصواته الحسنة. جميل. أتوقع من خلال الفرز واللي توافدوا علينا المئات، 400 صوت تقريبا، 400 صوت أو أكثر، أتوقع أو أكثر. أخذنا من 60 إلى 70 صوت. راح بإذن الله تعالى المستمع الكريم والحاضر معنا في الاستوديو يسعد بأصوات عمانية تعانق النجوم من جمالها ابتداء من هذه الليلة. نعم إن شاء الله. والجميل أستاذ إبراهيم أيضا يعني لاحظنا أسماء كانت موجودة معنا في الموسم الأول وإصرارهم أنهم يكونون معنا في النسخة الثانية في الموسم الجديد أيضا في نجم الإنشاد العماني. شو تحب تقول للي ما كانوا موجودين معنا في الموسم اللي قبل واللي ما زالوا كانوا موجودين معنا في اللي قبل والحين استمروا؟ والله هم إذا صح التعبير المنشدين القدامى اللي كانوا معنا في النسخة الأولى أكيد يعني نفسهم تواقة للحضور بما شاهدوا وبما عاشوا العام الماضي من عائلة فنية تجمعت طيلة الشهر على الحب والوفاء، مثل ما يقولوا ما هجاهم يعني إلا أنهم يشاركوا هذه السنة ويستمروا معنا لسنتين متاليتين. أما الجدد بإذن الله تعالى راح نكسب أيضا ولاءهم وودهم لبرنامج نجم الإنشاد العماني، واللي راح أيضا يعني يصحبونا بأصواتهم الحلوة ونصحبهم بالكلمات الجميلة والقاسية من التحكيم. جميل. لكي يستقيموا ويكونوا نجوم يعني بالفعل إلى أعلى المستويات بإذن الله تعالى. راح نقضي يعني وقت طيب ونتمنى أن نكون ضيوف أخفاف وممتعين لدى المستمع الكريم. وأخيرا طبعا تحية كبيرة جدا مني ومن أخواني لجنة التحكيم وأساتذتي لمظلة نجم الإنشاد العماني الشيخة عفراء اليحيائية، تحية لها، مديرة تحية إذاعة كبيرة. الشباب نقدم لها تحية كل التحايا. تحية بأسمعها من هنا. وأيضا التحية طبعا موصولة لكل المسؤولين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. أستاذ إبراهيم بس أنا بطول معاك شوي، آخر سؤال. في عصافير برع تغرد، في عصافير برع تقول إن مشاعل كان لها تأثير أحيانا في لجنة التحكيم بعد ما يقول المنشدين ويؤدون وصلاتهم، لما مشاعل كانت تتعقب كانت تتأثر على لجنة التحكيم، فما ردك؟ والله أنت إذا كنت مؤثر على المستمعين كلهم أكيد بتكوني مؤثر على لجنة التحكيم، يعني إحنا جزء من المستمع أيضا معاك طيلة الشهر. لا وأنت مثل ما يقولوا يعني العملية المتوازنة ما بين لجنة التحكيم وما بين المنشدين، هو أنت أحيانا فقط يعني تعلمت من أستاذ جميل ومن أستاذ بدر المقامات والكلام الفني الجميل وصرت حتى تعرف المقام يعني. صحيح. صح أنه أيضا مخرجنا جلال هو منشد قدير ومعروف، لكن أنت اكتسبتي هذه الأشياء بالذات من لجنة التحكيم بشكل جدا مميز، أكيد بتكوني مؤثرة. لكن هو المشكلة اللي احنا نواجهها كلجنة التحكيم معك مشاعل أنك أنت تأثيرك إيجابي يعني طيبة زيادة عن اللزوم، فاحنا نريدك هذه المرة تشد شوي على المتسابقين علشان نطلع منهم الأجمل والأفضل والأرقى بإذن الله تعالى. حاضر إن شاء الله أستاذ إبراهيم، تحية للأستاذ إبراهيم. نرحب أيضا بعضو آخر في لجنة التحكيم، هسة. شدين نقول هسة؟ شلونك بابا؟ شلونك عيني؟ أهلا بابن العراق ابن عمان الأستاذ جميل جوزي، أستاذ المقامات وتربية الصوت، نورتنا من جديد في نجم الإنشاد العماني. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله آمين يا رب. أبداً. إن شاء الله نجم الإنشاد العماني الثاني.
الله يحفظك ويخليك يا أستاذة مشاعل، أنت دائما تشعلين البرنامج بكلماتك الجميلة وأدائك الأجمل وحضورك أيضا على المسرح وأمام الجمهور وأمام المنشدين، فعلا كان إلى تأثير، بس مو التأثير السلبي، دائما مثل ما قال أستاذ إبراهيم تأثيرها كان تأثير إيجابي. أولا أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير، ونحن في بداية الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك الذي أتمنى أن يعيده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركة والسعادة. آمين يا رب، إحنا وياكم جميعا نستاذ. آمين يا رب العالمين. حياك الله أستاذ جميل، الله يبارك بيك، نورتنا بطلتك الجميلة. تسلمين. بس الجميل أنك جبت ولدك مصطفى موجود معنا، تحية لمصطفى الملازم لأبوه ودائما تواق أنه يحضر في نجم الإنشاد العماني، هو راح، تحية له، تحية لمصطفى. أستاذ جميل جوزي، خلينا نتكلم عن آلية التقييم في نجم الإنشاد العماني ونستوضحها أيضا للمتسابقين وللمستمعين. السنة طبعا كل سنة أكو أشياء جديدة، والحمد لله نجم الإنشاد العماني الثاني هو كل جديد، لأنه المنشدين والأناشيد وحتى آلية التقييم وكل البرنامج هو في تجدد. نعم. وأتمنى أيضا دائما نتجدد إن شاء الله. آلية التحكيم طبعا معظم الشباب المنشدين وحتى المستمعين يريدون يعرفون أنه كيف إحنا نحكم بالضبط. أولا عندنا مبدأ وهذا مهم جدا إحنا متخذيه السنة الماضية والسنة وإن شاء الله السنة المقبلة بإذن الله إذا الله خلانا طيبين إن شاء الله، أنه العدالة في التحكيم، وماكو أجمل من العدالة. لا يتأثر قلمنا لا بصديق ولا بمعارف ولا من قبيلة ولا من منطقة ولا من أي شخص بالضبط. وإنما الحق حق، وبدون الحق بمعنى إحنا راح نأذي المنشد وراح يعني ينزل من مستواه، بينما إذا نعطيه بمستواه الحقيقي راح يطور نفسه ويكون نجم دائما من نجوم الإنشاد في عمان إن شاء الله. أقول شيء، أولا أحمد الله وأشكره على هذه النعمة التي كنت أتمناها من أول ما وطئت قدماي السلطنة، ألا وهي قبل 16 سنة ونصف، كنت أتمنى أن أشوف الإنشاد العماني بهذه الصورة، والله حقق لي هاي الأمنية الحمد لله. هسه الإنشاد العماني، وهاي الكلمة هسه قبل شوية أنت سألتيني على هسه، الإنشاد العماني في كل مدينة وفي كل قرية وفي كل بيت، أتوقع في كل بيت أكو منشد، وهذا ما موجود للعلم، ما موجود في أي بلد عربي آخر. وتشوفون المهرجانات الإنشادية، المسابقات الإنشادية، المحافل بكل المناسبات، بالأفراح، بالأعراس، بالأعياد، بالمناسبات الدينية، بالمناسبات الوطنية، بكل مناسبة رياضية صحيح، تلقى فرق إنشادية تقدم الإنشاد. الإنشاد كان إنشاد ديني فقط، الإنشاد هسه تطور صار إنشاد ديني واجتماعي ووطني وعدة اتجاهات، ونبرز أيضا السلوكيات الإيجابية في هذا النشيد لفائدة المجتمع. بالنسبة لآلية التقييم، ولو رحنا زيادة بس إن شاء الله كاستفادة للجميع، عندنا إحنا مقسمين كل شيء إلى درجة. على سبيل المثال أو مو سبيل المثال وإنما هي الواقع الثابت، عندنا الصوت والأداء. المنشد يجب أن يكون صوته جميل وأداء أجمل، وهذا عليه 20 درجة. طبعا على فكرة قبل المفردات هذه، عندنا 70% من الدرجة
للجنة التحكيم، و 30% من الدرجة إلى مشاركات التصويت. نعم. للجماهير، هذا أيضاً لازم يعرف بها الجمهور ويعرف. صحيح. بها المنشد. فعندنا الصوت والأداء عليه 20 درجة، والحضور، والحضور طبعاً عندنا الميزان الإيقاعي، المنشد من يكون على المنصة يقدم الإنشاد ماله يجب أن يضبط الميزان، وهذا مهم لأنه تعريف الموسيقى أساساً أو النغم هو تون وإيقاع، يعني مقسمة إلى جزئين، إذا فقد جزء ما تعتبر، فيجب أن يضبط التون ويضبط الميزان. فالميزان أيضاً عندنا عليه 20 درجة. عندنا اختيارات المنشد للنشيد، هذا مهم جداً، أنا متى أختار نشيد أن أقدمه في حفل، متى أختار نشيد أن أقدمه في تسجيل سيدي أو إصدار، يختلف هذا عن هذا، لأنه على من يكون على مسرح وأمام جمهور يحتاج لنشيد بنشاط. نعم. يفضل أيضاً النشيد الفلكلوري اللي بي طعم الفلكلور العماني. نعم. وعمان غنية 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 جداً. صحيح. بالفلكلور، لماذا ما نستغله؟ وبعدين حتى لا يضيع أو يندثر، الأجيال الجديدة الشابة الصغار يحفظوه، راح يتراكم عندهم في أذهانهم وما ينسي. عندنا أيضا من ضمن الدرجات اللي هي شخصية المنشد، شخصيته أمام الجمهور والتفاعل مع النشيد اللي يقدمه، مع الكلمات، الابتسامة الجميلة دائما لازم تكون حاضرة عند المنشد من يقدم النشيد مالته، إذا كان في مسابقة أو كان في مهرجان. هذني مهمات. وأي شيء آخر إحنا بالخدمة أن نقدم لكم إياها ونساعدكم في بعض الأمور الفنية وفي بعض أمور التربية الصوتية، والحمد لله برنامج الإنشاد أو نجم الإنشاد العماني الثاني السنة الجديد اللي بيقدم لكم أيضا مصاحبة هارمونية وأصوات بشرية، هذه أيضا تساعد المنشد بضبط التون. نعم. والأداء الأجمل. بالضبط. أتمنى لكم كل التوفيق والخير والنجاح والتقدم، ومو كل واحد يوصل إلى درجة ويقول لك خلص أنا وصلت أول على نجم الإنشاد أو ثاني على نجم الإنشاد وخلص يروح ينام، لا، ترى يطلع واحد أقوى منه، ورا سنة يطلع واحد بعد أقوى، يجب أن تتابع وتنتبه وتجدد وتسعى وتحفظ وتتدرب في سبيل أن يبقى اسمك عالي عالي عالي. شكرا وتسلمون. شكرا. شكرا لك أستاذ جميل جهزي على هذه الكلمات الطيبة، واستوضحت بدقة وعناية آلية التقييم، ومثل ما ذكرت الفلكلور العماني غنية وعمان غنية بأصالتها وحضارتها، وفي النسخة الماضية أيضا كان هناك ألحان سمعنا جديدة بكلمات جديدة من شعراء عمانيين أدوها المتسابقين في نجم الإنشاد العماني، واللي نتمنى أنها تكون موجودة فيها النسخة وحاضرة. نرحب بالمنشد والأستاذ بدر الحارثي، أهلا وسهلا بك أستاذ بدر، بارك عليك الشهر. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على نعمه وفضله، ومبارك علينا وعليكم إن شاء الله، وللمستمعين والحضور الكرام الموجودين معنا اليوم بمركز عمان المعارض والمؤتمرات. وسعيد جدا بداية، يعني سعيد أيضا بوجودنا اليوم مرة أخرى لهذه السنة بوجود الأساتذة، كذلك الأستاذ إبراهيم المنذري والأستاذ جميل جوزي والمخرج القدير والمذيعة المتألقة مشاعل. الله يسعدك. يعني احنا سعيدين بوجودك استاذ بدر، وانا اسعد جدا، انا اسعد، بارك الله فيكم. طيب هل في نصيحه ممكن تقدمها للمتسابقين؟
للمنشدين كلهم يعني ليس المتسابقين فقط. المتسابقين طبعا بداية بعض النقاط ذكرها الأستاذ جميل، ونحن حتى أثناء التصفيات المبدئية كنا نذكرها، وهي مسألة اختيار النشيد. مهم جدا اختيار النشيد المناسب، وبإذن الله تعالى بتكون هناك في مواضيع أخرى أيضا راح يخبروكم فيها، خاصة الأخوة اللي راح يكونوا بعدكم بإذن الله تعالى. هي المواضيع نختار عدة مواضيع مهمة، مثلا في الصدق، في الأمانة، في حب الوطن، مواضيع كذا مختلفة يعني، لأنه العام الماضي كنا البعض منكم جاب مواضيع لا تحبذ. الشيء الثاني اختيار الطبقة المناسبة للصوت. بعض المنشدين يختار طبقة ما مناسبة لصوته، ودائما أنا كنت أقول أيضا في كثير من المشاركات البعض منا لما يظهر مثلا يؤدي اليوم نشيد، ولكن في حفل آخر يؤدي نشيد يطلع بشكل جميل جدا ما أدى في المسابقة، فنحن ما نظلم هذا الشخص لأنه هو اختار بنفسه هذا النشيد، فالاختيار مهم جدا. ومثل ما ذكر أيضا الأستاذ جميل، في كثير من المحافل كثير من المنشدين أحيانا يختاروا نشيد غير مناسب للفعالية هذه، مثلا على سبيل المثال يعني مثلا مناسبة فرحية يجي واحد يسمعنا مثلا ليس الغريب، ها فيها موت وكذا حقيقة، أو مناسبة مثلا فيها حزن يسمعنا مثلا شيء فرحي. لازم الواحد يكون ذكي في الاختيار، الاختيار مهم جدا. في المجال الثاني مثلا في المجالات الفنية تدريب الصوت، اختيار المساحة الصوتية المناسبة، تدريب على العرب الصوتية، الواحد يدرب نفسه. ومثل ما ذكر الأستاذ جميل، ما معناته أن كل واحد وصل إلى مرحلة معينة قال خلاص أنا أكتفي، لا. وأهم فوق ذلك كله الأخلاق، الأخلاق الأخلاق مهمة جدا، والنادي فيها من العام الماضي ومن سنوات كثيرة. على المنشد لازم أن يكون خلوق. كيف أنا أكون صاحب رسالة إذا أنا عندي رسالة وأنا ما خلوق مثلا، ما عندي أخلاق أو أتكبر؟ وهذا الواحد ما يغتر مهما وصل أي مرحلة، لأن أنت صاحب رسالة، تقدم رسالة مجتمعية، تقدم يعني مواضيع مختلفة جدا تخدم المجتمع، الناس تقتدي فيك تكون كقدوة، صحيح. فلازم تكون خلوق، فهذه من أساسيات نجاح المنشد يعني. ومثل ما ذكروا الأساتذة الاستمرارية مهمة، ممكن بسهولة الإنسان يصل إلى يعني أماكن عالية، ولكن مسألة الحفاظ على الاستمرارية هذه نادرة جدا يعني عند كثير من المنشدين. بالفعل، شكرا لك أستاذ بدر الحارثي، شكرا لك على هذه النصائح القيمة اللي ما بس المتسابقين والمنشدين، حتى المستمعين اللي يسمعون الكل يتقيد بها ويسمعها راح تفيده في مجالات الحياة المختلفة. نذكركم بهدايا المراكز الأولى المقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. المركز الأول مبلغ وقدره 3000 ريال، والمركز الثاني 2000 ريال عماني، والمركز الثالث 1000 ريال عماني. كل الشكر لكل المؤسسات اللي وقفت معنا وقفة جميلة. أرض الإبداع الوطنية بالغبرة، مصنع يعقوب بن صالح العبيداني للحلوى العمانية في ولاية نخل، وهناك أيضا قسائم لستة أشخاص مقدمة من سكيب مسقط، أول لعبة ترفيهية تعليمية في السلطنة، موقعهم في الصاروج مقابل شرطة بوشهر. راح نسمع أكيد أنتم مستعيلين وتبون تسمعون مثل ما احنا تواقين لسماع أصوات متسابقين هذا الموسم مستمعينا. فاصل قصير، نجم الإنشاد العماني يأتيكم برعاية مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، فورد مستشفى مغربي للعيون. ألو أبو محمد، أريدك تشتري لي سيارة فورد. وإيش؟ في موسم الخير فورد تعطي هدية نقدية حتى 4500 ريال. خلنا نتكلم بعدين. وخدمة تصل إلى 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر. طيب تأمين وتسجيل. خلاص بفكر في الموضوع. أنت ليش ما تريد تستغل الفرصة وتجيب لي فورد؟ لأني الحين في صالة عرض فورد واخترت ليش سيارة فعلا. قم بزيارة أقرب صالة عرض فورد واغتنم عرض موسم الخير الآن. تطبق الشروط. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مستشفى مغربي تقدم خصم 50%. احجز موعدك الآن. تطبق الشروط. أرض الإبداع الوطنية للطباعة والتصميم والهدايا، يوجد لدي جميع أنواع الطباعة، تفضل بزيارتنا وستجد ما يرضيك. تميز معنا بطباعة شعار مؤسستك أو أي شيء يخطر في بالك. شعارنا الجودة والتميز. خدماتنا الطباعة الحرارية والرقمية، طباعة اللوائح الإعلانية، الهدايا بجميع أنواعها، توزيعات المواليد، تنظيم أعياد الميلاد، تنظيم الحفلة. موقعنا الغبرة الشمالية، للتواصل والاستفسار على الرقم 97
03-22-22-290. والدي عيد ميلاد سعيد. شكرا بابا. خبرني ايش تريد هدية؟ أريد سيارة لعبة وبلاي ستيشن وطيارة وكورة بعد وبرجر واجد وآيس كريم ونقال أحياناً قليل لا يكفي. كيا تقدم لكم فرصة للحصول على المزيد مع برنامج الولا عناية كيا، حيث العديد من المزايا والنقاط الإضافية وقطع الغيار الأصرية واهتمام استثنائي. عناية كيا للزبائن الحاليين أو الجدد. للتفاصيل زوروا أقرب مركز خدمة كيا. إسكيب مسقط، أول لعبة ترفيهية تعليمية في السلطنة، يوجد بها التشويق والمتعة وبث روح الحماس والإثارة، تناسب جميع الفئات للأصدقاء والعائلات والسائحين وطلاب الجامعات والكليات والمدارس. موقعهم في حي صاروج مقابل شرطة بوشر. للتواصل على الهاتف 24-69-10-10، ويمكنكم التواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام والفيسبوك وتويتر سكيب مسقط. هدية إذاعة سلطنة عمان لمستمعيها لأول مرة، السحب على سيارة لكسس GS 350. ما عليك سوى إرسال رسالة نصية على الرقم 9465 متضمن الاسم الثلاثي، وكونوا من الفائزين في السحب نهاية الشهر الفضيل. 9465 متضمن الاسم الثلاثي، وكونوا من الفائزين في السحب نهاية الشهر الفضيل. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. ويجمعنا رمضان في نجم الإنشاد العماني مستمعينا في الموسم الثاني. نذكركم رقم التصويت على 90-4-6-4. تحية لكل من حضر، تحية لكل من شرفنا الليلة في الحلقة الأولى من برنامج نجم الإنشاد العماني في النسخة الثانية. كل الشكر لرئيس القطاع السمعي الأستاذ محمد البلوشي على تواجده معنا وتشريفه لنا، أيضا كل من حضر وشرفنا من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. نبدأ معاكم مستمعينا مع أول متسابق وأول صوت معانا، عمر بن سالم الرويشدي. مساء الخير على الجميع، مساكم الله بالخير ورمضان كريم على الجميع. مساكم الله بالخير حضورنا الكريم، ورمضان كريم إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير واليمن والمسرات يا رب. حطمت ريح الطغاة مراكبي، أو دام سيف الظالمين محاربي، لا اختشي في الله قبلتي يهوى لقبلتي.
ولد آل بيت محمد. قل ميم على حا على ميم على دال، صلوا عليه وعلى الصحب والآل. قل ميم على على حا على ميم على دال، صلوا عليه وعلى الصحب والآل. ما ننثني عنه لو دمنا سال، نفديك بالروح والعمر والمال، نفديك بالروح والعمر والمال، والحب في القلب باقي ولا زال. نتوارث الحب أجيال وأجيال، والحب في القلب باقي ولا زال. نتوارث الحب أجيال وأجيال، ما لوم منه قطع ميال وميال. للدار اللي تحتضن من كل وصال، ما لوم منه قطع أميال وميال. للدار اللي تحتضن من كل وصال، ما هزر انشك حبيبي ولا طال. فعل من أقوام تركال تمثال، ما هزر انشك حبيبي ولا طال. فعل من أقوام تركال تمثال، يا عزة القلب يا طيب الفال. هيبتك في قلوبنا أوتاد في جبال، يا عزة القلب يا طيب الفال. هيبتك في قلوبنا أوتاد في جبال. بنتوارث الحب مثل ما قال عمر الرشدي. حياك الله يا عمر. حياك الله استاذتي. من وين جاينا؟ من ولاية صحر. أهلا وسهلا بكل أهالينا في كل محافظات وولايات السلطنة. خلينا نسمع رأي لجنة التحكيم أخوي عمر. نبدأها بالأستاذ جميل جوزي. ابتسامتك شدتني أستاذ جميل، شو أسوي؟ الله يخليك، الله يسلمك، مشكورة جدا. الأخ عمر أبدعت وبارك الله بيك. تسلم أستاذ. وأتمنى لك التوفيق دائما. احنا دائما بلجنة التحكيم في بدايتها وانت بداية المسابقة، فاعتيادي يكون تكون بعض الأمور موجودة معتادين احنا عليها يعني. واي واحد في اي برنامج في اي مسابقة يكون في بدايته راح يكون احنا نسميه باللهجة العامية كبش الفداء. فاليوم انت حبيبي كبش الفداء، بس أديت حلو وبارك الله بيك. بس عندي ملاحظات، هي هاي البس راح نرجع على البس. ملاحظات هي لفائدتك وليس لنا، احنا تقييمنا غير يعني، نخلي الدرجات. بس انا اريد افيدك في سبيل انه تطور من نفسك وتخليها عندك لتنجح نجاح دائم وكامل. الاشياء اللي أخذتها عنك كان الركوز في الأداء مالك ضعيف، فيحتاج لك أكثر. هو أنا متأكد هذا يكون من الارتباك، لأنك أول منشد صحيح، فهذا اعتيادي. بس أنا أريدك تكون لا مو بس قوي، وإنما قوي وشجاع وانت قدها يعني فعلا. وقفتك على المسرح مع البطل، وليس منشد بسيط، لا انت بطل ما شاء الله عليه. فعندك الركوز قلنا، وانا متوقع 100% سبب الارتباك. عندك ايضا مشكلة ثانية واريدك تنتبه عليها وتتمرن عليها. نفسك ضعيف، يعني عندك نفس طولة أو المساحة مالته ضيقة. عندك الجمل اللي أديتها لو كان نفسك طويل كان أديتها بإبداع. فأتمنى لك بالتمارين هذه، التمارين الصوتية لتطويل النفس
وأيضا أفيدك بها بس خارج البرنامج أو مو خارج البرنامج وإنما خارج عرض البرنامج، يعني ممكن بعد البرنامج أن أنطيك بعض النصائح تدلل يا مبدع يا أخ عمر. مشكور، الله يبارك فيك. شكرا أستاذ جميل جوزي. تفضل أستاذ بدر الحارثي، نسمع أيضا تقييمك للمتسابق عمر. ما شاء الله الأخ عمر صوت جميل وقوي وعرب صوتية جميلة، بس كان ملاحظة تكرار أيضا نفس الجمل اللحنية تتكرر يعني في معظم النشيد، يعني مسألة الركوز اللي ذكرها أستاذ جميل أيضا صحيح أنه شوية أثناء العزف خرجت شوية عن التون، فأتمنى لك التوفيق. بارك الله فيك، أحسنت. شكرا أستاذ بدر. تفضل أستاذ إبراهيم المذري. شكرا يا مشاعل. طبعا في البداية أيضا ترحيب آخر من لجنة التحكيم بالأستاذ محمد بن سعيد البلوشي رئيس القطاع السمعي بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، شكرا على الحضور وعلى المتابعة، ما قصرت أستاذنا. وأيضا ترحيب بالحضور، ما شاء الله احنا يعني احنا أول حلقة والناس ما تعرف حتى من وين نبث، لكن حضور رائع جدا ومتميز، يعني جزاكم الله ألف خير، وإن شاء الله نشوفكم بشكل مكثف من باكر وبعد باكر إلى آخر حلقات نجم الإنشاد العماني. أما عمر، يعني الأستاذ جميل والأستاذ بدر وفوا وكفوا، لكن لا شك أنك صوت جميل ورائع وقوي وأداء أيضا جدا مميز بالذات في التدريب. يعني قبل ما نطلع على البث أنا حضرت مع الأستاذ يعقوب اللي أيضا قدم له كل التحية بصاحبنا طوال الشهر بالآهات البشرية وبأخذ الطبقة المناسبة لكل منشد، لكن حقيقة كنت بديع مثل ما يقول الأستاذ جميل، يعني إحنا سمعناك في التدريبات جدا بديع، ما ألومك في الربكة اللي حصلت، أنت مش أول متسابق في الحلقة، أنت أول متسابق في البرنامج كله بالضبط. فلذلك إحنا يجب أن يعني كذا وديا ومثل ما نقول حبيا أن نراعيك شوية مراعاة خاصة، لأنه حتى يمكن يعني تجربة الصوت من عند المخرج والمهندسين ومن عند العازف جات عليك صحيح. فبالتالي يعني لك مراعاة خاصة جدا، أكيد كان الموضوع جدا ربكة، لكن أنا أتفق مع أستاذ جميل وأستاذ بدر أنك من أجمل الأصوات اللي بإذن الله تعالى نتمنى أنها تستمر في التصفيات النهائية للبرنامج. اخترت نشيد جدا جميل، لحن ولحن خفيف ورائع، أيضا الموال اللي قلته موال جميل جدا، لكن نظرا لي يمكن ما عندك تدريب كافي على النفس فضيعت الإيقاع شوية، الإيقاع اللحن كذا على السرعة احنا ما قادرين نقبض منك الإيقاع شوية ولا قادرين نمسك الركوز الحقيقي للحن اللي أديته، لكن مجملا ما عليه الصوت هو ترى مثل ما قلنا لك احنا اعترفنا انه دائما اول متسابق نضبط عليه الصوت، علشان كذا انا الان بقنع اساتذتي استاذ جميل استاذ بدر ان نكون لاول متسابق شويه مراعاه في الدرجات، وانت تستاهل ما انك صوت جميل وانت شخصيه ايضا جميله. وشكرا يا عمر ما قصرت، تحياتي لكل اهل صحن. شكرا، احسنت. شكرا للجنه التحكيم، شكرا لك يا عمر بن سالم الرشدي، صوتوله على الرقم 1 على 90 4 6 4. مستمعينا، وأنا بعد أضم صوتي لصوت لجنة التحكيم، متأكدة أن عمر عندك الأفضل والأحلى من هالشيء اللي أديته وراح تأدي إن شاء الله في الحلقات القادمة الأجمل. نروح ننتقل معاكم مع الصوت القادم مستمعينا، مع صوت سمعناه في الموسم الماضي وشارك معنا في الموسم الثاني من نجم الإنشاد العماني، من صحم إلى صحار، مع محمود بن أحمد العبيداني. نجم مساء الجميع وكل عام والجميع بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك يعود علينا رب العالمين دائما وابدا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا
مصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس توبي باللقاء، يا عين صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس توبي باللقاء، يا عين قري عيناي، هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلوا صلوا على خير الأنام، المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. مشكورين. تحية لمحمود بن أحمد العبيداني، أهلا وسهلا بك يا محمود. أهلا وسهلا. قولي يا محمود، شو الجديد بشخص محمود في النسخة الثانية مع نجم الإنشاد الثاني في الموسم الثاني؟ طبعا في التطور في الإنشاد دائم. دربت نفسك؟ سمعت بآراء لجنة التحكيم؟ أكيد أكيد. يلا إيش رأيك نسمع أيضا تقييمهم لك في هالليلة؟ أوكي تشريف. بسم الله. أوكي. نبدأ بالأستاذ بدر الحارثي. الأخ محمود، أسعد الله مساءك بكل خير، ونحن سعيدين اليوم نشوفك مرة ثانية في الجزء الثاني. ما شاء الله أنت ذكي، هربت يعني ما سويت موال، دخلت على طول في النشيد. فكان هذا الذكاء منك على أساس يعني لجنة التحكيم ما تصيد عليك يعني غلطة. ما شاء الله صوت جميل، اختيارك للنشيد جدا جميل، يعني روحانية أيضا في صوتك ما شاء الله. طبعا الملاحظة الفنية خرجت شوية عن التون شوية وبعدين ضبط، يعني تخرج شوية وتضبط مرة ثانية لما قلت يا نفس طيبي يعني، وبعدين رجعت على، ولكن كجمال صوت خامة صوت يعني ما شاء الله عليك، أتمنى لك التوفيق بإذن الله تعالى. استمر استمر، اتدرب كثير، بارك الله فيك. شكرا أستاذ بدر، تحية لك. نسمع رأي الأستاذ جميل جوزي. أستاذ جميل. نعم، محمود العبيداني من المنشدين المتألقين الجميلين، صاحب الصوت الرقيق وليس الدافئ، الرقيق. محمود أنت أديت حلو، أحسنت، الله يبارك فيك، ومن المنشدين اللي شاركونا أيضا بمثل ما قالت الأستاذة مشاعل بالمسابقة رقم صحيح. واحد. نعم. نجم الإنشاد الأولى، وأيضا واظب وما شاء الله عليه تطور كثيرا، وبس هاي البس اللي راح، بس تنسف ما قبلها، هاي البس اللي راح. عش اسمه، احنا السنة من ضمن الأشياء اللي خليناها لتطوير برنامج نجم الإنشاد الثاني هو وجود فنان عازف وتون وآلة وكذا. التون اللي أخذته أعلى من الطبقة مالتك، هذا اللي مثل ما قال أستاذ بدر أنه خلاك تزل، فلو كنت ماخذ نفس الطبقة اللي متفقين أنت ويا عليها كان ما صارت هذه. وأنصح أيضاً مو بس إلك، لكل المنشدين بهيك حالات، أحياناً المنشد يوقف على المسرح وفي باله طبقة أو طبقة صوتية اللي هي تناسب حنجرته وصوته، أثناء ما يبدي بطبقة يحسها صارت عالية عليه،
في لحن الأنشودة أكو أكيد أكو أشياء بيها صعودات، هذه الصعودات لي يدخل بيها، يعني يا نطيبي باللقاء أكو بيها حركة أيضا ما ممكن أن يسويها لأنه طبقة عالية، هذه يتركها يخليها على وتيرة واحدة في سبيل أن لا يطلع نشاز، وهذا النشاز يصير عليه درجة. فهاي نصيحة مو بس الأخ محمود وإنما لكل منشد، من يكون طبقته مو هي الأصلية مالته اللي معتاد عليها ليطلع بأشياء أعلى من الطبقة بحيث يطلع به نشاز. هذه مهمة جدا وأرجو الانتباه عليها، وأحسنت والله يبارك بيك يا بطل. شكرا لك استاذ جميل، شكرا لك على الملاحظات الدقيقة. ننتقل للأستاذ إبراهيم المنذري، نسمع رأيك. طبعا في البداية أحيي محمود تحية كبيرة جدا على ارتباطه القوي من نجم الإنشاد العماني الأول إلى نجم الإنشاد العماني الثاني. ما شاء الله عليك، في النسخة الأولى كنت حاضر وحاضر بقوة، وفي النسخة الثانية أبيت إلا أن تشارك وترتبط بكل طاقم البرنامج. وكعادتك يا محمود من الشخصيات الجميلة والرائعة والمميزة عهدناها من العام الماضي إلى هذه السنة. لا شك أنك صوت جميل، صوت دافي، أديت النشيد لأنك اخترته صح، كنت تؤديه بهدوء وبرقة وبدفء جدا جميل، ترنمت فيه ترنيم جدا حلو. هي فقط ما بقول المشكلة، القضية كلها، لأن هذه قضية كبرى لدى المنشدين ولدى أصحاب الأصوات الحسنة أو المشاركين في كل برنامج، هي عملية الطبقة. مع أنه الأستاذ يعقوب ربما ما أعطاك طبقة كذا صحيحة، لكنك أنت ما شاء الله عليك شوية فردت عضلات صوتك وصعدت إلى طبقة أعلى، فبالتالي إحنا كنا نسمع شوية في فرق بين ما يعني المفروض نسمعه وبين اللي أنت أديته. لكن مجملا وعموما وإحنا في أول حلقات البرنامج أقول بعدكم لازلتم مسيطرين بشكل جدا جميل، وهذه النصائح اللي سمعتها من أستاذ جميل أستاذ بدر خذها يا محمود للمرات القادمة وبتكون أكيد أفضل، لأنه حقيقة من العام الماضي أو مشاركة رمضان الماضي نعم. إلى هذه السنة في هذا الشهر الفضيل يعني رمضان الثاني لك، في تطور كبير جدا كبير. أي إحنا ما نقدر نخفي هذا الشيء، وهذا طبعا أثلق صدورنا وريحنا على أنه المسابقة أتت بفائدة أنه الواحد يتعلم من نصائح لجنة التحكيم صحيح. وبالتالي يثابر منه من نفسه حتى يصل إلى مستويات أجمل من اللي قبل. شكرا يا محمود وجزاك الله الخير. شكرا لجنة التحكيم وشكرا لمحمود بن أحمد العبيداني. رقم التصويت 2 على 90 4 6 4 صوته للمتسابقين. مستمعينا كل التوفيق أكيد لكل المتسابقين الموجودين معنا في هالليلة، 5 متسابقين. سمعنا صوتين وتبقوا 3. ننتقل للصوت الثالث مع عبد الحميد بن عبد الله بن محمد البلوشي. نجم الإنشاد صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى والجمال، والتسليم من مولى القدير، وتسليم من المولى القدير على نور الهدى الجمال
على نور الهدى عليك. الله عليك يا عبد المجيد عبد الحميد بن عبد الله بن محمد البلوشي. عبد الحميد كم عمرك؟ 15. جلال أصغر متسابق معانا ولا في 14؟ جلال أصغر منك وأنا أصغر منك بشهر. ما شاء الله عليك يا عبد الحميد، صوت منافس وبقوة. اسمحوا لي لجنة التحكيم قالوا لي أكون شرسة، أنا الحين شرسة ترى معك. خلينا نسمع رأي لجنة التحكيم الأستاذ إبراهيم المندري، تفضل. حياك عبد الحميد. طبعا بلا شك المستمع الكريم والحضور معنا في هذه الليلة في الموال بدأت بداية أكثر من بديعة. أنا أسمع تراقيع صوتك تتردد في كل مكان. موال جميل جدا وأداء رائع، واخترت مثل ما قال الأستاذ جميل همسلي، قال تراثكم مغري وأكثر من مستوى الإبداع، يقصد التراث العماني طبعا، لأنك اخترت فن من الفنون العمانية العظيمة وهو فن المالد، واخترت فصل من فنون المالد اسمه زين المعاني. طبعا هذا الفصل يتميز بألحانه الجميلة جدا وشرحناه أكثر من مرة، فبالتالي جاء الموال يعني شقيا محلقا. لكن لما دخلت في المالد، في لحن المالد إذا صح التعبير بنقول لحن نشيد المالد، رحت بعيد عن الطبقة، وهذا يعني للمرة الثالثة، المتسابق الأول والثاني والثالث نفس المشكلة، مع أنه إحنا نسمع الآن الأستاذ يعقوب يعطيكم الطبقة صح، لكن أول ما توصلوا على ناقل الصوت يروح صوتكم في مكان آخر لأنكم ترفعوا الطبقة، مع أن احنا كنا مستمتعين باختيارك الجميل جدا لفن من الفنون العمانية، مستمتعين بأدائك الجميل وحقيقة قوة شخصيتك في الأداء ووقوفك على منصة المسرح، ومستمتعين أيضا بالموال اللي كان أكثر من رائع ومن راقي. بقول عنك هذه الملاحظات فقط، أشجعك أنك المرة القادمة فقط تضبط طبقة عشان أيضا تشقي المستمع، مش فقط بالموال أيضا بالنشيد لما تدخل فيه مباشرة. وأترك بقية الملاحظات لأساتذتي الأجلاء جميل جوزي الكوراني وبدر الحارثي. شكرا أستاذ إبراهيم المنذري. نسمع رأي الأستاذ جميل جوزي. عبد الحميد، أنا أول ما بديت ما كنت أنظر عليك وإنما كنت أسمع صوتك، ما متهيئ لي أنه أشوفك بعمرك 14 سنة وتأدي هذا الأداء بالموال بالأخص
المالد، كنت أشوفك عمرك بالثلاثين سنة بهذه القابلية والأداء الجميل، واللي صراحة اقشعر له بدني حقيقة. بس وهاي شلون يا البساني راح تتعقدون من كلمة بس؟ السنة الماضية بس هذه لكن ما هي بس هذه البس ترى ليس لتصغير المنشد أو لإنزاله من درجته، أو وإنما لفائدته. أنا أنطي النصيحة، أنا الدرجة واحد بس، نصيحة لهذا الفتى الجميل اللطيف اللي هو عبد الحميد البلوشي. أتمنى لك أن أراك في كل مناسبة أن تشارك بهذا الصوت البديع إن شاء الله. بس أيضا هي هذه، أنت أنطيت الطبقة للأستاذ يعقوب، أنا أقول لك كيف أنطيتها في بداية الموال وقلت أوكي. إن المالد أو النشيد اللي قدمته للمالد بصيحات بارتفاعات، لو منطين نشيد كاملا لأعطاك الطبقة شوية أقل حتى تسيطر على الباقي، وهذا مهم. خلي لي كل، وهي معلومة أيضا تفيد المنشدين ككل، ما أنا أبدي اعتيادي البدايات دائما تكون بسيطة، بس الباقيات لا، أكو بها صعود ونزول، بها تقنية وبها فن. فهذا لو كان يكون قبل ما تقدم النشيد، كان قدمت أبدع وأبدع يا مبدع يا عبد الحميد، والله يبارك بيك. مشكور. شكرا لك أستاذ جميل جوزي الكوراني. ننتقل للأستاذ منشدنا بدر الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الحميد كيف الحال؟ ابتسم، أريدك تبتسم، يعني أنت بطل ما شاء الله. يعني في الموال أخذتنا مكان بعيد، يعني كنت قوي جدا في حضورك في الموال. كنت أتمنى لو شوية يعني تنزل الطبقة تدخل على النشيد اللي هو النشيد المعروف زين المعاني للأستاذ عمر البريكي ومجموعتهم طبعا. ما شاء الله عليك صوت جميل جدا. أريدك يعني مثل تأخذ بالملاحظات اللي خبروك عنها الأستاذ جميل الأستاذ إبراهيم، وأريدك تبتسم، لا تزعل، يعني لا تحزن على أنا عارف أنك أنت شوية يعني حزين بخصوص أنك خرجت عن الطبقة. لا خليك يعني واثق، لأنه أدائك في الموال أثبت لي يعني قدراتك وإمكانياتك. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا لك منشدنا بدر الحارثي، وموفق أيضا المتسابق عبد الحميد بن عبد الله البلوشي، رقم التصويت 5-90464. كل اللي حاب أنه يتواجد معنا ويعيش هذه اللحظات الجميلة بأصوات المتسابقين في الموسم الثاني من نجم الإنشاد العماني، حي ومرحبا، ينعود بكم في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بحي العرفان. المجال مفتوح للذكور والنساء للجنسين الكل، لأن أجواء عائلية راح تكون متواجدة مستمعينا في الأيام القادمة هني من معارض من ليالي جميلة تعيشونها في شهر رمضان المبارك. تحية لفريق التسويق والإعلانات معانا بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، تحية للزملاء فيصل البلوشي ومحمد الشريخي اللي متواجدين هني. ما أدري ليش كنت أحس أنكم لما كنت تتكلمون مع الشخص اللي كان موجود كنتوا تقررون وين تحطون السيارة، صحيح ولا لا؟ شو نوع السيارة؟ يبيه يا فيصل، ما يعني زين تعطينا تفاصيل حلوة علشان نعيش، وخبرنا لون السيارة وشو نوعها. السلام عليكم جميعا أساتذة حكام مشاعل أستاذ جلال، حياكم الله وكل عام وانتم بخير جميعا، منشدين جمهور. نشكركم بداية على هذا العمل الرائع، نشكر مركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض. الاستديو خارجي أول بداية مثل ما تفضلت مشاعل، نوجه دعوة للجمهور الكريم. نشكر الأخوان متعاونين معنا أكرم المعولي والأخ نادر. تحية بخصوص السيارة، إن شاء الله بيكون في سحب على جميع إذاعات سلطنة عمان، الإذاعة الأجنبية والإذاعة العامة والإذاعة الشباب، هدية مقدمة من الإذاعة لمستمعيها.
وبيتم سحب السيارة إن شاء الله في برنامج المسابقات الداخلي عليك عليك. وبالاشتراك في المسابقة سواء إرسال رسالة نصية 90 90 465، وأيضا سيارة طبعا بيتم عرضها في المسرح نجم الإنشاد إن شاء الله العماني. شو نوعها السيارة؟ السيارة لكسس جي إس 350. الله. أيوة من السيارات ال 2017 طبعا. جميل، شلونها؟ اللون أبيض طبعا، أكثر ناس يحبوا أبيض داخل بيت، والسيارة بتكون بيضة اللون. ما أعرف ليش قاعدة أسأل عن لون السيارة، كأن السيارة حقنا إحنا. لا لازم نجيب صيانة على الطريق بعد هني علشان يشيكون على السيارة إذا كان أمورها طيبة، لأن يهمونا أيضا المتسابقين. أكيد السيارة اخترتها أنت فيصل. اخترناها نعم، لكن سيارة هي حقنا، لدام إنه بتفوز بها أحد مستمعينا فهي السيارة لنا. طبيعي يعني ما راح تبيع. صحيح. إذا على 90 4. على 90 4 65. 65. نعم. للي حاب إنه يدخل في السحب. اللي حاب يدخل في السحب نهاية الشهر الفضيل. إن شاء الله بإذن الله. وإحنا نشكر جهودكم أكيد ونثمنها أخوي فيصل. أنت وريم ومحمد الشريقي صحيح تعبناكم وتعبتونا وركبنا وراكم وركبت ورانا، لكن كله علشان إحنا نطلع بالصور اللي أنتم شايفينها. العفو، بس الأمانة مشاعل أكثر مؤسسات والشركات الراعية منها مركز مغربي، مستشفى مغربي للعيون، تيوتا أيضا. نوجه شكر للأخ ناصر الدرمكي متواجد معنا مدير التسويق بتيوتا. أكثر الشركات هي اللي تهافتت حابة تقدم لبرنامج نجم الإنشاد للنسخة الثانية لما رأيته من نجاح للنسخة الأولى. الحمد لله، وحنا نشكر لهم أكيد كل العطاء وكل هذه الثقة الجميلة لمسابقة نجم الإنشاد العماني، والمجال مفتوح للي حاب أنه يدخل أيضا في أي رعاية للبرنامج. طبعا طبعا المجال مفتوح للتواصل معنا في على هواتفنا 2 4 9 4 3 4 8 8، 2 4 9 4 3 4 8 8، مع الأخت ريم الكيومية والأخ محمد الشريقي. الله يوفقكم إن شاء الله أخوي فيصل، شكرا لكم على جهودكم من جديد. عفوا، شكرا يا مشاهد. شكرا مستمعينا، تبقوا معنا صوتين في مسابقة نجم الإنشاد العماني في الحلقة الأولى. برنامج نجم الإنشاد العماني يأتيكم برعاية مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، فورد، مستشفى مغربي للعيون. ألو أبو محمد، أريدك تشتري لي سيارة فورد. وإيش؟ في موسم الخير فورد تعطي هدية نقدية حتى 4500 ريال. خلنا نتكلم بعدين. وخدمة تصل إلى 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر. طيب طيب، تأمين وتسجيل. خلاص بفكر في الموضوع. أنت ليش ما تريد تستغل الفرصة وتجيب لي فورد؟ لأني الحين في صالة عرض فورد واخترت ليش سيارة فعلاً. قم بزيارة أقرب صالة عرض فورد واغتنم عرض موسم الخير الآن. تطبق الشروط. هدية إذاعة سلطنة عمان لمستمعيها لأول مرة، السحب على سيارة لكسس جي اس 350. جي اس 350. ما عليك سوى إرسال رسالة نصية على الرقم 90465 متضمن الاسم الثلاثي، وكونوا من الفائزين في السحب نهاية الشهر الفضيل. 90465 متضمن الاسم الثلاثي، وكونوا من الفائزين في السحب نهاية الشهر الفضيل. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مستشفى مغربي تقدم 50%. احجز موعدك الآن. تطبق الشروط. أرض الإبداع الوطنية للطباعة والتصميم والهدايا، يوجد لدي جميع أنواع الطباعة، تفضل بزيارتنا وستجد ما يرضيك. تميز معنا بطباعة شعار مؤسستك أو أي شيء يخطر في بالك. شعارنا الجودة والتميز. خدماتنا الطباعة الحرارية والرقمية، طباعة اللوائح الإعلانية، الهدايا بجميع أنواعها، توزيعات المواليد، تنظيم أعياد الميلاد، تنظيم الحفلات. موقعنا الغبرة الشمالية، للتواصل والاستفسار على الرقم 973-222-290. والدي عيد ميلاد سعيد. شكرا بابا. خبرني ايش تريد هدية؟ هيه
أريد سيارة لعبة وبلاي ستيشن وطيارة وكورة بعد وبرجر واجد وآيس كريم ونقال أحياناً القليل لا يكفي. كيا تقدم لكم فرصة للحصول على المزيد مع برنامج الولاء عناية كيا، حيث العديد من المزايا والنقاط الإضافية وقطع الغيار الأصرية واهتمام استثنائي. عناية كيا للزبائن الحاليين أو الجدد، للتفاصيل زوروا أقرب مركز خدمة كيا. إسكيب مسقط، أول لعبة ترفيهية تعليمية في السلطنة، يوجد بها التشويق والمتعة وبث روح الحماس والإثارة، تناسب جميع الفئات للأصدقاء والعائلات والسائحين وطلاب الجامعات والكليات والدارس. موقعهم في حي الصاروج مقابل شرطة بوشر، للتواصل على الهاتف 24-69-10-10، ويمكنكم التواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام والفيسبوك وتويتر سكيب مسقط. سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي جود عليا، سبحان الحي الباقي، سبحانك يا إلهي جود عليا، بك عمري تسواقي وانحلتي في نواورك مرعية، بك عمري تسواقي وانحلتي في نواورك مرعية. النبي يا جيراني لو صبت الزاد من غدا نمشي له، نشاهد نور عياني ونطوف للكعبة نزورها ونلبي، شاهد نور عياني ونطوف للكعبة نزورها ونلبي. الله يا مولانا، الله الله يا الله مولانا، الله يا مولانا، حلي ما يخفاك يا الواحد ربي. واو 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 رجعنا لكم مستمعينا وضيوفنا اللي شرفونا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. نستكمل معاكم أصوات المتسابقين الاثنين اللي تبقوا معانا من أصل 5 متسابقين. نذكركم برقم التصويت على 90-4-6-4 على 90-4-6-4 رقم التصويت للمتسابقين. ونرحب بلجنة التحكيم الأستاذ جميل جوزي الكوراني والأستاذ إبراهيم المدري والأستاذ بدر الحارثي. تحية للعازف يعقوب العاصمي. نكمل الأصوات المتبقية معنا مستمعينا.
أيضا الهدايا المقدمة من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المركز الأول راح يحصل على مبلغ وقدره 3000 ريال عمانية، والمركز الثاني 2000 ريال، والمركز الثالث 1000 ريال إن شاء الله. وأيضا جوائز راح تكون موجودة وحاضرة في الأيام القادمة إن شاء الله. نسمع للصوت القادم عبد الرحمن بن عبيد الحكماني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء أرحب بلجنة التحكيم وبالجماهير والحضور الكريم، وأبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالإيمان والتقوى والصلاح. جزاكم الله خير. يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي ومبتغاي لدنياي ومنقلبي، يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي ومبتغاي لدنياي فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل، فاغفر وسامح عبيدا ما له عمل في الصالحات وقد أوعى من الحوب، لكنه تائب وقد أتاك معترفا يخشى من الغضب، فإن عفوت ففضل منك يا صمد، فإن عفوت ففضل منك يا صمد، فجد علي إلهي، فجد علي إلهي، وأزل رغبي. كل ما ذكرتك إلهي إن نفس تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمعة ظلام. كل ما ذكرتك إلهي إن نفس تلقى ملام، سهران صاحي لحالي والدمع شمعة ظلام. يا ربي أرجو ثوابك أخاف ألقى عذابك، يا ربي أرجو ثوابك أخاف ألقى عذابك،
يا رب أنت الكريم، أنت الغفور الرحيم، يا رب أنت الكريم، أنت الغفور الرحيم، تائبنا ودرب الرضا يا رب أنت الكريم. يا رب أنت الكريم، الله على هدوءك وعلى ركوزك وعلى قوة صوتك وحضورك. يا عبد الرحمن الحكماني، شو اخبارك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. مبارك عليك الشهر. علينا وعليكم. من تحب يقيمك من لجنة التحكيم؟ اختار لي. والله كلهم عمالقة. شو رايك نختار الأستاذ إبراهيم المنذري؟ والله زين. يلا أستاذ إبراهيم تفضل. يعني يا مشاعل تسألي وبعدين أنت تجاوبي، الله يهديك. يعني اسألي وخليه يجاوب، يعني خليه هو اللي يختار، لأنه كان أصلا مستحيل يختارني أنا. لا كان بيختارك، تعرف ليش؟ ليه؟ لأن في اثنين يحبونك جنبك قاعدين كانوا يأشرون عليك. هذه المشكلة. دائما يأتي من تأتي من اليمين ومن الشمال هذه الخيانات اللذيذة. تشريف عموما أتشرف. الله يسعدك، تفضل. طبعا الحكمانية، وأنت يعني بدأت في الموال وأنا أنقل في كل حسابات التواصل الاجتماعي، وفقط كنت أكتب الله الله يا عبد الرحمن. جزاك الله. لأنك بدأت بداية جدا جميلة وموال جدا رائع. اللي عجبني أكثر شيء الثقة اللي أنت عليها أثناء الأداء، كنت واثق من نفسك ثقة كبيرة جدا، وبالفعل يعني واكب هذا الثقة الأداء الرائع في الموال، وبالتالي يعني أتوقع أديت أداء جدا جميل من وجهة نظري، لكن كالعادة دخلت على النشيد ورحت في عالم آخر. أنا أتوقع أن إحنا بالذات لجنة التحكيم، أساتذتي الكرام أستاذ جميل وأستاذ بدر، بعد البرنامج يجب أن نجلس جلسة خاصة ونشوف لنا حل لهذه المسألة، مسألة الطبقة يعني. ومعنا طبعا الأستاذ يعقوب والمخرج، لأن كذا يعني راح إحنا نهضم حق الأصوات الجميلة والحسنة. بالضبط. اليوم الأداء كان جدا جميل وجدا رائع لكل المنشدين، تقريبا باقي لنا منشد آخر غيرك. اختيارات جدا كانت أعجوبة حقيقة، اخترت اختيارات جدا جميلة. هو هذا الجميل، التعلم من العام الماضي أو من النسخة الأولى إلى النسخة الثانية. وفي الموال تبدأوا بدايات جدا طيبة وجدا فيها ثقة. يعني أنا اليوم أشوف الخمسة اللي مروا علينا يعني في طريقهم إلى أنهم يكونوا منشدين كبار إن شاء الله، بحكم الأداء وبحكم الثقة. باقي فقط هي المسألة الكبرى اللي هو العمود الفقري لكل عمل فني، وهو الركوز على الطبقة الحقيقية، وبالتالي يأتي بعد الطبقة الحقيقية الأداء الحسن. سأترك هذا الكلام وهذا التفصيل أكثر لأساتذتي جميل وبدر، لكن مما لا شك فيه أنك كنت يعني متميز يا عبد الرحمن. شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ إبراهيم المنذري. نسمع رأي الأستاذ جميل جوزي، تفضل. شكرا أستاذ مشاعل، الله يبارك فيك. الأخ عبد الرحمن الحكماني، أنت الحكم. عبد الرحمن، أنت بديت مثل ما قال أستاذ إبراهيم بداية جميلة جميلة جميلة. في بدايتها كانت ضعيفة ضعيفة ضعيفة، ولكن استقريت على مقام الحجاز، وهو المقامات الجميلة والراقية والكبيرة والرخيمة، ولها لها يعني ميزة خاصة مقام الحجاز. المهم بديت تطلع وترجع، تطلع وترجع، وهذا ما أعرف طبعاً. هو قال الأستاذ إبراهيم أنه البداية بيها مشاكل يعني صير، بس إحنا ننطيكم الحق يعني مع كل هذا. أيوة. يعني بس بدعت وقدمت شيء، والأنشودة كانت جميلة جداً أيضاً. حسن الاختيار مهم، لأنه في المسابقات أو في المهرجانات، إحنا قلنا في بداية الحديث أنه اختيار أو حسن الاختيار يجب أن ينتبه له كل منشد.
في أي مكان، في أي مناسبة، في أي وضع، يعرف كيف يختار. فاختيارك كان جيد جدا، والله يبارك بيك، وأيضا نفيدك في أي شغلة تحتاجها أنا بالخدمة. تشريف تشريف يا الله يحفظك ويخليك ومشكور، بارك الله بيك. شكرا لك أستاذ جميل جوزي. نسمع رأي الأستاذ بدر الحارثي، تفضل. مساك الله بالخير عبد الرحمن. الله يمسيك بالخير أستاذ. ما شاء الله، يعني جمال صوت جميل، عندك خامة صوت جميلة جدا، هذه بدون مقاملة. جزاك الله. يعني ولو صح من يتبناك ويتدربك، يعني يدربك على مثل هذا الأناشيد لتكون من منشدي السلطنة الأوائل بالأمانة. هذا واحد. إذا نجي على الجانب الفني، في ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى في الموال، كنت الموال أيضا ماشي عليه برتم جميل جدا، يعني أنت نوعا ما خرجت عن الطبقة اللي معطيها وبديت بطبقة بروحك وكنت ماشي صح. بعدين خرجت لما حاولت شوية ترفع الطبقة، يعني في لكن تائب، نعم كذا رفعت شوية الطبقة أعلى شوية عن الطبقة العادية، هنا شوية ضاع بعدين رجعت مرة ثانية. بعدين نفس الشيء عندنا في النشيد، خرجت شوية عن الإيقاع لأنك كنت عندك يعني جمالية في العرب الصوتية، تلعب كذا بصوتك أثناء الإنشاد، فشوية خرجك عن الإيقاع، فحاول تضبط هذا الشيء. لأن عندي اذنين يعني هنا ركز في النشيد أو في الإيقاع. ترى الإيقاع كل منشد أصلا لما ينشد حتى بنفسه يرسم داخل عقله، يعني بالإيقاع يرسم يعني الإيقاع كذا، يحاول لأنه ما يعطي يعني لنفسه أنه مثلا يخليه مثلا يعمل عرب صوتية كذا وينسى الإيقاع. أحيانا هذا يؤدي إلى كسر الرتم اللي تمشي عليه. فما شاء الله للأمانة كجمال صوت وخامة صوت جميلة جدا، أنت والمنشدين اللي اليوم شاركونا. أتمنى لك التوفيق وأريد أشوفك في المحافل، لا تتوقف في مسابقة نجم الإنشاد. هذه نجم الإنشاد خليها منطلق لمسابقات ولمشاركات أخرى بإذن الله تعالى. بارك الله فيك وجزاك الله خير. أحسنت. شكرا للجنة التحكيم وشكرا للمتسابق عبد الرحمن بن عبيد الحكماني. رقم التصويت 4-904-64. يمكن تكون البداية الأستاذ بدر من هني الانطلاقة الحقيقية لبعض المنشدين، رغم تخوفهم ورغم يعني أنهم ما ينخرطون مع المجتمع وشوية يخجلون أنهم دائما يكونون مع المجتمع، لكن وقوفهم على هذا المنصة أكيد هو بداية حقيقية للانطلاقة، ونشوفهم إن شاء الله في محافل كبيرة. نجم الإنشاد العماني يأتيكم برعاية مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، فورد، مستشفى مغربي للعيون. نجم الإنشاد. ألو أبو محمد، أريدك تشتري لي سيارة فورد. وإيش؟ في موسم الخير فورد تعطي هدية نقدية حتى 4500 ريال. خلنا نتكلم بعدين. وخدمة تصل إلى 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر. طيب تأمين وتسجيل. خلاص بفكر في الموضوع. أنت ليش ما تريد تستغل الفرصة وتجيب اللي فورد؟ لأني الحين في صالة عرض فورد واخترت ليش سيارة فعلاً. قم بزيارة أقرب صالة عرض فورد واغتنم عرض موسم الخير الآن. تطبق الشروط. هدية إذاعة سلطنة عمان لمستمعيها لأول مرة، السحب على سيارة لكسس GS 350. ما عليك سوى إرسال رسالة نصية على الرقم 9465 متضمن الاسم الثلاثي، وكونوا من الفائزين في السحب نهاية الشهر الفضيل. 9465 متضمن الاسم الثلاثي، وكونوا من الفائزين في السحب نهاية الشهر الفضيل. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مستشفى مغربي تقدم 50%. احجز موعدك الآن. تطبق الشروط. أرض الإبداع الوطنية للطباعة والتصميم والهدايا، يوجد لدي جميع أنواع الطباعة، تفضل بزيارتنا وستجد ما يرضيك. تميز معنا بطباعة شعار مؤسستك أو أي شيء يخطر في بالك. شعارنا الجودة والتميز. خدماتنا الطباعة الحرارية والرقمية، طباعة اللوائح الإعلانية، الهدايا بجميع أنواعها، توزيعات المواليد، تنظيم أعياد الميلاد، تنظيم الحفلات. موقعنا الغبرة الشمالية، للتواصل والاستفسار على الرقم 973-222-290.
ولدي عيد ميلاد سعيد. شكرا بابا. خبرني ايش تريد هدية؟ أريد سيارة لعبة وبلاي ستيشن وطيارة وكورة بعد وبرجر واجد وآيس كريم ونقال أحياناً القليل لا يكفي. كيا تقدم لكم فرصة للحصول على المزيد مع برنامج الولا عناية كيا، حيث العديد من المزايا والنقاط الإضافية وقطع الغيار الأصلية واهتمام استثنائي. عناية كيا للزبائن الحاليين أو الجدد. للتفاصيل زوروا أقرب مركز خدمة كيا. إسكيب مسقط، أول لعبة ترفيهية تعليمية في السلطنة، يوجد بها التشويق والمتعة وبث روح الحماس والإثارة، تناسب جميع الفئات للأصدقاء والعائلات والسائحين وطلاب الجامعات والكليات والمدارس. موقعهم في حي صاروج مقابل شرطة بوشر. للتواصل على الهاتف 24-69-10-10، ويمكنكم التواصل معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام والفيسبوك وتويتر سكيب مسقط. نجم تلالا في سماء الانشاد، نجم تلالا في سماء الانشاد، والارض وافعتها صادت ترداد، والارض وافعتها صادت ترداد. رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الشباب. نرحب بكل المستمعين ونرحب بكل الحضور اللي شرفونا وتعنوا ويو لنا هني في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، ويحضرون معنا ويشوفون صوت وصورة مسابقة نجم الإنشاد العماني في نسختها الثانية. سمعنا لأربعة أصوات، تبقى معنا الصوت الأخير في هذه الليلة الجميلة مستمعينا، والانطلاقة والبداية الجديدة للجزء الثاني لبرنامج نجم الإنشاد العماني. نروح للصوت الأخير، إن شاء الله تكون ختامها مسك يا رب. نسمع لمحمد بن زايد بن خميس العجمي. نجم الإنشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامنا وأيامكم، وأبارك للجميع حلول الشهر الفضيل شهر رمضان، وكل عام وأنتم بخير. طبعاً معظم المشاركين ما سمعنا منهم اللون العماني، وأنا في الحقيقة ما محضر شيء في اللون العماني، بس إهداء للأستاذ الأساتذة بسمعكم حاجة من الفن البحري، وأتمنى أن ينال إعجابكم. يا مال يا مال، يا ما أشرقي طول الزمان، أرض أمن وأمان، ألبس الفاخر والزمان حينما أدعى عماني. يا مال يا مال، قاس الورود
بطيبه المتفرد عجبا فقالوا للجميل محمد أوما دروا إن الجنان بطيبها من فرع فرع جماله المتجدد والكون يصرخ بالعبير إذا دعا داع الصلاة على النبي محمد صلوا على أحمد صلوا على أحمد شفيع الناس بالمحشر سيدي محمد صلوا على أحمد صلوا على أحمد شفيع الناس بالمحشر سيدي بزهوة أمانين نجمتنا تتلال نغمة أغانين للهادي تحلال نرفع بيادين والدعوة تتعال صلي يا بارين على المصطفى وآل يا ربي يشهد يا ربي يشهد نهار وليل أتذكر سيدي محمد صلوا على أحمد صلوا على أحمد شفيع الناس سيدي دوحتنا تتفرع من روضة الحكمة عالأمة تتضوع أطيب واعز ناسمة والماسمع يسمع من عيدنا هالكلمة أجمل فرح واروع مولدنا بالرحمة مولد تخلد مولد تخلد بدر بالكون يتنور سيدي محمد صلوا على أحمد صلوا على أحمد شفيع الناس بالمحشار سيدي محمد الله 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 عليك يا محمد العجمي انت ايش سويت قول لي سويت انت قبل شوي خليك قريب بالناقل الصوت توفيق من الله رب العالمين ان نذكر النبي ونشنف المستمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بذكر النبي محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يمكن يعني اليوم انت اكثر شخص كنت مرن على المسرح بصراحه بأمانة يعني حبيتها هاي من ذوقك اي تدربت عليها وايد يعني لك مشاركات في الولاية في اي ولاية انت من اي ولاية ولاية الخابورة الخابورة ان شاء الله ولادة الخابورة دائما جميل لك مشاركات يا العجمي في المجتمع مقتصر على المجتمع بس خليك قريب من ناقل الصوت مقتصر بالمجتمع بس اما مشاركاتي خارجية خارج المجتمع ما شارك لا أنت من اليوم سمعوك حتى من خارج السلطنة إن شاء الله هذه الانطلاقة البداية والحقيقية لك يا محمد العجمي إن شاء الله. أكثر متسابق لما كان هني قبلك صعد للمنصة وسمعته وتأثرت بصوته قبلك كانوا متسابقين في شخص أي منشد اللي تأثرت بصوته عبد الحكيم أو عبد الحميد عبد الحميد البلوشي أنا لاحظتك
وسألتك قصد هالسؤال لأني شفتك تقول شل منافسة القوية. صحيح؟ صحيح. يعطيك ربي الصحة والعافية. بداية رح أنتقل للأستاذ جميل جوزي الكوراني اللي كان يردد وراك واللي كان طربان على الآخر. أستاذ جميل نسمع رأيك وتقييمك. أستاذ مشاعل، أنت ملاحظتك طبعا قال أستاذ إبراهيم في بداية حديثه أنه أنت راح تكونين في اليوم مكاننا، لأنه عندك ما تعلى الحاجب، لأنه عندك صار معلومات كثيرة وبديتي تقيمين، ومن قلتي أنه مع الأخ عبد الحميد البلوشي طبعا اثنينهم انطوا تراث عماني. صحيح. واثنينهم أبدعوا بهذا اللون. الأخ محمد العجمي قدم فن البحري بس بأسلوب بديع بصوت رخيم. يعني عجبني جدا، الله يبارك بيك. يعني أتمنى أن أنت قلت مشارك بس على مستوى المجتمع، في يمكن في منطقة صغيرة في الخابورة. لا، أنت يجب أن تنطلق في جميع سلطنة عمان، لأنه ساحل سلطنة عمان كبير جدا على البحر، ومعظم الشعب العماني يعشق اللون البحري، وأديت لون جميل جميل جميل، الله يبارك بيك. ما عدا بس هاي البس، ما تفلت مني من البس. نفس المشكلة أنه راحت من عندك الطبقة والتون، فهذه ما أعرف، هذه لازم أقعد وياكم كلكم نتفاهم عليها. يعني لازم نحدد لنا فت صيغة، بحيث أنه ما أدري ارتباك من يعني، هل إحنا نسوي الربكة؟ لا، بالعكس، إحنا أخوتكم، عمامكم، شو تسمونه بكيفكم. أنا يمكن أقول على نفسي عمامكم لأنه أكبرهم عمرا، بس هنا أنا شباب أخوتكم يعني. فهل أستاذ إبراهيم يعني يأثر عليك بهذا الموضوع، أو أستاذ بدر، أو المنشدين كلهم أخوانكم، ليش الربكة؟ أو اسمها لكونها مسابقة؟ ما مسابقة، هذه تقديم صوت جميل جميل جميل، ليس جميل جوزي، جميل الصوت. فأنت يا أخي أبدعت، فأريدك العزيمة مالتك والقوة تكون أقوى بعد، والله يبارك بيك ويحفظك ويخليك إن شاء الله، ودائما نحو العلا بإذن الله. الله يبارك بيك. شكرا لك أستاذ جميل جوزي. ننتقل لمنشدنا بدر الحارثي، نسمع تقييمك ورأيك. أنا حاطة الأستاذ إبراهيم المنذري، أعرفه قاعد يدور على كلمات ويجيبنا ويودينا، خذ راحتك. ما يحتاج أستاذ إبراهيم، ما يحتاج، ما شاء الله أموره طيبة. أستاذ إبراهيم بعدين بيحكي لنا عن منشد باسم الكربلائي، نوجه له التحية إذا يسمعنا يعني ويتابعنا. تحية له. طبعا ما شاء الله محمد، أنت يعني جبت لون جميل جدا جميل صراحة. يعني خلي اللون البحري نحن ما نتكلم فيه في البداية، لكن نتكلم عن اللون الثاني اللي أول شيء جبت موضوع عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلت هنا في خشبة المسرح، وكذلك الحضور كان يرددوا، هذا شيء جميل جدا يعني، اللحن والأداء، فما شاء الله عليك يعني صوت جميل. ومثل ما ذكروا الأساتذة، ذكروا الأستاذ جميل، حاول تخرج من المجتمع اللي أنت فيه، تروح يعني توصل إلى أي مكان، تشارك يعني، ما فقط في المجتمع، لا أنا قصدي المجتمع، المنطقة اللي أنت ساكن بيها يعني، الولاية. لا يفهمني لا أنا ما نعطيك، لكن قصدي أنا البيئة أو المكان اللي أنت تنشد فيه، حاول تخرج إلى في الولاية بشكل عام، وإلى المسابقات والمشاركات الأخرى. هذا جميل جدا التفاعل، مثل هذا الأداء اللي أديته نحن نحتاج له في المسارح، لأنه في بعض الأناشيد مثل ما ذكرتها لكثير من الأخوة المنشدين، أحياناً يحضر لنا مثلاً في مسرح يقدم لنا نشيد، هذا النشيد خاص باستوديو، صعب تأدي لايف مباشر يعني، لأنه في آهات، في كورال، في كذا. هذا النشيد جداً ناجح، مثل هذا اللون والألوان اللي قدموها أخوانك اللي سبقوك كذلك، هذه جداً ناجحة. أتمنى لك التوفيق وتستمر بإذن الله تعالى. وطبعاً مذيعتنا مشاعل إن شاء الله أتمنى لك تكوني لجنة التحكيم في ترانيم الصغار.
العين مات على الحاجة في تراني. في ترانيم الصغار خلنا نكون مذيعة أفضل. أستاذ إبراهيم المندري تفضل نسمع تقييمك. طبعا ما شاء الله هذا مش مسك الختام, هذا ورد الختام. الله عليك. اي والله يعني صوت جميل جدا, وكما يقال دائما ان الاذن البشريه تعشق سماع الاصوات الجميله كاشتياق العين للمناظر الجميله, فنحن حقيقه عشقنا صوتك الجميل القوي. صوتك ذو عاصفه قويه تاخذنا هذه العاصفه الى عالم اخر من الابداع, مثل ما قال استاذ جميل واستاذ بدر, يعني انت تميزت بقوه الصوت مع الرنة الجميلة لعذوبة صوتك الشقي, يعني أنت كنت مميز بمعنى الكلمة, وبالفعل أنك مسك الختام الموال البحري اللي أديته يعني أصابنا بنشوة عجيبة حتى في كلماته المختارة, أديته أداء قوي وأداء فاعل, وإحنا سعيدين جدا كلجنة التحكيم أن قدرنا نوصل من نجم الإنشاد العماني الأول إلى نجم الإنشاد العماني الثاني, أن لا نوصل فقط بل نثبت ونجذب كل المتسابقين إلى اختيار الألحان العمانية. إحنا في منتهى السعادة أن سمعنا 4 ولا 5 أصوات اليوم فيها رنة وبحة واختيار عماني, وهذا حقيقة يعني كله بفضل نجم الإنشاد العماني أنه استطاع أن مثل ما نقول أنه يأتي بالمخزون العماني اللحني وبالمفردات العمانية ويصعد بها دائما. محمد كنت كذا فارح في الجمال. أتوقع أستاذ جلال الآن يتلقى رسائل كثيرة جدا تقول أنكم بالفعل اخترتوا مسك الختام, واخترتوا أيضا حلقة جميلة لأنه الأربعة اللي قبلك أيضا كانوا متميزين بمعنى التميز. شكرا يا محمد, ما أقول إلا أنك أبدعت وأنك تميزت. أمور الطبقة ما بتكلم فيها لأن أستاذ جميل له وقفة في هذا الموضوع بعد نهاية البرنامج. أستاذ بدر الحارثي سألني عن المنشد الكبير والقدير باسم الكربلائي, أنت أخذت نفس لحنه ونفس لونه وربما غيرت فيه بعض الأشياء, لكن أستاذ بدر الحارثي صادق وأخذ على طول المعلومة وسألني على طول عن المنشد باسم الكربلائي اللي أقدم له التحية الكبيرة جدا. كان يزورنا كثير في الاستوديو, كان يسجل معنا هنا في عمان, سجل معنا كثير من الأناشيد. إن شاء الله يكون أحد ضيوفنا أستاذ إبراهيم. إن شاء الله نقدم له التحية إذا كان يسمعنا, وإذا كان ما يسمعنا راح نتواصل معه, وبالفعل لما يكون في السلطنة نأتي به كضيف, وأكيد بيكون ضيف أيضا فارح في الجمال. أشكركم جميعا على هذه الحلقة المتميزة, مع أنها الحلقة الأولى لكنها كانت متميزة بمعنى الكلمة بتواجدكم وتواجد أساتذتي أعضاء لجنة التحكيم وكذلك بالأصوات الفارهة. شكرا جزيلا يا مشاعل. ما عليك زود أستاذ إبراهيم, شكرا لك, شكرا للأستاذ بدر, شكرا للأستاذ جميل جوزي, موفق أخوي محمد بن زايد العجمي, رقم التصويت 3-90-4-6-4. والله أنا ما أقول عقب هذه الافتتاحية الجميلة للبرنامج في أولى حلقاته, الله يعين لجنة التحكيم إذا كانت البداية بهذه الأصوات القوية, فالغد ماذا يخبئ لنا يا ترى؟ إن شاء الله يخبئ لنا القادم والأجمل إن شاء الله. جوائز راح تكون موجودة للجمهور في الأيام القادمة مستمعينا, اللي حاب أن يكون متواجد معنا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. نختم ما بدأناه مستمعينا, كل شكر لكل من نورنا وحضر معانا في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بحي العرفان من الساعة 10 وحتى الساعة 12 بعد منتصف الليل. تحية للجنة التحكيم بدر الحارثي, وتحية للأستاذ إبراهيم المندري, وتحية للأستاذ جميل جوزي الكوراني على كلامكم الطيب وتقييمكم. شكرا للخمسة متسابقين اللي كانوا معانا بأصواتهم الشجية, شكرا للعازف الموسيقار يعقوب العاصمي على عزف الجميل خلف المتسابقين. تقبلوا تحيات فريق العمل في هذه الليلة, أمسية سعيدة نتمناها لكم وتصبحون على الطاعة. كل الشكر في الإشراف العام, معكم عفراء بنت أحمد اليحيائية عبر ناقل الصوت, مشاعل بنت سعيد القاسمية في المتابعة والتنسيق, سيف بن سعيد الهلالي, سعيد بن سالمين الجابري.
كل شكر لأخواننا في الإعلانات والتسويق ريم بنت محمود الكيومية، وفي التصميم الفني فهد بن سعيد العلوي قطاع الإعلام الإلكتروني، أحمد بن محمد الحديدي، موسى بن سليمان النبهاني. وشكرنا للعازف يعقوب بن حمد العاصمي، وفي الإشراف الهندسي المهندس يونس بن حبيب المسافر، هندسة النقل الخارجي المهندس يعقوب بن يوسف العوفي، حسن بن علي الحسيني، سلطان بن سعيد الرواحي، سالم بن محمد الشيدي، والمهندس يوسف بن محمد البلوشي. وهندسة الوصلات المهندس طارق بن خليفة المعولي، والمهندس محمد بن خلفان لوهيبي. وفي الإخراج جلال بن ربيع الخويطري. نجم تلالأ في سما الإنشاد، والأرض وأبعثها صادت ترداد، والأرض وأبعثها صادت ترداد. نحو القلوب دار النور بالإسعاد، بعثوا مع الحرف الجميل رسالة نحو القلوب دار النور بالإسعاد. هي نغمة، هي نسمة، هي كلمة ترنيمة بين الجمال تنادي نجم الإنشاد. إذاعة الشباب رمضان فيه الخير ينساب. ألو أبو محمد، أريدك تشتري لي سيارة فورد. وإيش؟ في موسم الخير فورد تعطي هدية نقدية حتى 4500 ريال. خلنا نتكلم بعدين. وخدمة تصل إلى 5 سنوات أو 100,000 كيلومتر. طيب تأمين وتسجيل خلاص بفكر في الموضوع. أنت ليش ما تريد تستغل الفرصة وتجيب لي فورد؟ لأني الحين في صالة عرض فورد واخترت ليش سيارة فعلا. قم بزيارة أقرب صالة عرض فورد واغتنم عرض موسم الخير الآن. تطبق الشروط. بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مستشفى مغربي تقدم خصم 50%. احجز موعدك الآن. تطبق الشروط. بالخير يا المستمعين، بخير عساكم، بخير ما دام الزمان بخير، عدد ما ورقى حمام الطير. سوالف وسالم، سوالف وسالم، إعداد وتقديم بسالم، إخراج صلاح بن جمعة الرئيسي. يا أبوكم راقد اليوم الصبح وشفت أن حد يرفسني. من أبوي راقد، أنا ما خش في اللحاف والناس صايمة ورمضان. قالت مؤزو يلا قوم شل عمرك بنسير السوق. ويش حل؟ ويش صار؟ ويش عندكم في السوق؟ قالت قوم بس ناخذ سامان حرمضان. كيف سامان حرمضان بعيد الشرك يا رمضان؟ احنا ماخذين ومساوقين. روحي مساوق من ذي العيش ومن ذي الطحين رقم 1، والطحين رقم 2، والطحين رقم 3، والبكورة كل مساوق الناني من غير الجلي من غير مندويش. قالت لا، ناقصاتنا أشياء ثانية، ناقصاتنا ملاليس خشب
نبى ملاليس حطب ونبى ملاليس مندويش ونبى مندويش ونبى مندويش. قلت لها اي عايل ولفناها البيسة. اي نعم ولفناها البيسة من دامن شنتي. نحن ويش فاقرني ويش فاقرني؟ الناس في رمضان تولف غوازيها ما تاكل، وانت الله يحاديش بالسيري بطيح في السوق من هين سوبر ماركت تروح بتسير بتعفدي كما ذبابة المرق الله يحاديش. بعيد الشر ما يستوي كذي. قالت والله ان الحريم ما يستوي عوش وبكي تسوي وتسوي من الخبز وتسوي مندويش وتسوي كما الدونات وتسوي. قلت لها هذا ما مناكله كله ويته نحن، انت بتسوي سوي الفات نحن، هذا ما مناكله كله ويته نحن. على مش كذي طاير مخش. بعيد الشر نحن من يذن ذاك اذان المغرب ونفطر ذاك شويه لبن وتمرتين، بعدين عاده ما بكلين بعد صلاه العشاء، وانت بتسوي من نون وما يفعلون بتقضي لوادم كلها. عايل حسين بنفتح سوبر ماركت في بيتني، وانت حما فاتحه خيمه افطار صايم الله يحديش بتسوي هالاكل هذه اللي نكبه في الزباله حرام ما زين. خاف الله تعالي، خاف الله تعالي في نفسيش. قالت لا والله انا يوم اسير القهوه عند الحريم اسوي كما الحلوى واسوي كما هذه مكبوب عليه عسل واسوي كما الدونات واسوي ما عندي كما الكيك وعاد من غير كيكه السنافر. قلت لها لا كدين بنكد على السنافر وبنكد على الكيك وبنكد ما ندويش. قالت هذا الحين هذا الدهر اليوم طالب كذي. قلت لها الدهر ما طالب سوالف وسالم، انت بتصرفي في رمضان، هذا رمضان شهر خير وشهر شهر عباده، الواحد يصوم طول اليوم يقول يوعان يوعان، من يذل المغرب ذيك اللي بيني وطي لبن بعد كملته ولا ما كملته، وقليت ذيك التمرتين وشربت شويه ماي ويا الله بس يا صلي المسيد. صليت رديت البيت يا الله جهز حصلات التراويح ما كذي، وهذا في الليل على السحور اني ما اكل شيء، يعني تمين قرن موز شوية فنخ يح تبرد عفوادك صبر المسلم تمر شوية إذا تام مال عيش مال هذي ما بسيرني بتطبخ الحين وبتطبخ بعدين وحلف ولا بروح هذي بروح سرسوف حاشي حاشي. أنتوا لو ما صايمين أحسلكم عيد الشر خسائر هنموني فقرتوني يا جماعة الخير. قالت والله أنا ما أدويك. قلت لها ها سمعي كلامي وأنا نصحش لنفسش أنا ما علي دي، أنا أقولش عن الإسراف وهذا كلامي وتسمعي كلامي. عاد شوية ارتدت هي إيه. وبعدني بزيدها حكي ما عندي أنا لعبان سوالف وسالم سوالف وسالم. إعداد وتقديم بسالم، إخراج صلاح بن جمعة الرئيسي. الشباب رمضان فيه الخير ينساب. صالح زعل، سعود الدرمكي في الكلام المعلوم مع خلف وسلوم، بالاشتراك مع الفنانة القديرة فخرية خميس والفنانة القديرة أمينة عبد الرسول. أنا خلف أوي سلوم. نعم أنا شلوم سلوم. معنى كلام المعلوم يلا معاهم كلام معلوم لا سوالف اليوم سوالف بينا كل حين لا سوالف اليوم يلا سوالف بينا كل حين نعم زمان الناس الطيبين ما تعلمك شلوم ماشي علوم ماشي انا ميوسف عندي العلوم وانا ام سعيده معاها دوكم الكلام المعلوم مع خلف وسلوم تاليف الحوار الدرامي احمد الحمداني بطوله رشا البلوشيه احمد الحمداني عصام الزجالي
سعود الخنجري، يونس البلوشي، جنان آل عيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنانة زهى قادر. تأليف الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كلام السلف مع سلوم وخلف، كلام السلف مع سلوم وخلف، اسمع ناس خيري عندهم الكلام الزين، احلى السوالف معاهم اهل القلوب النقية، احلى السوالف معاهم اهل القلوب النقية. يوبك الشريحة حل كل الامور وتبعث السرور، عيش ايامك عيش. يوبك الشريحة حل كل الامور وتبعث السرور، عيش ايامك عيش. مع الكلام المعلوم مع خلف وسلوم، مع الكلام المعلوم مع خلف وسلوم. تمثيل واخراج سعود بن سالم الدرمكي. بس انت عارفة ليش نحن تخصصنا هذا التخصص بالذات؟ تعرفي يعني؟ أنا وانت عارفين ليش، بس هم ما يعرفوا، وهنا نحن نعذرهم كلهم. شوفي شوفي عليهن كيف مركزات على بعضهن وانه يتكلمن. شوفي خليهن، لأن ما في أمل للتفاهم معهن. انزين طيب شوري علي. حلوة هذه وعجبتني كلمة شوري علي. انت ما قلتي ما تنكتي وما تريد تصوري معها سيلفي بعد بالمرة؟ أحمم من فينا اللي يستهبل؟ آسفة خلاص كليتني ما قصدت. زين قولي كملي كلامش. أولا ركز انت معاي وخلينا نفكر كيف ممكن نقدر نقنع جدي وجدك. وثانيا هم بطريقتهم وباستخدامهم الحقوق الزوجية بيعرفوا كيف يخلوهن يوافقا. يوه فيش تفكر؟ الليلة فرصة مناسبة. بجيب جدي يشوف المباراة مع جدش هنا. إذن أكيد بيتنازعوا مثل كل مرة. خليهم إن شاء الله يتضاربوا بقبوبة، خير وبركة. بعقلك أنت؟ تريدهم يتنازعوا علشان كرة؟ وهم في هذا السن؟ الله يعطيهم الصحة والعافية، هم في هذا السن يتنازعوا على أقل شيء. بس انت قلت إذا تضاربوا خير وبركة. نعم، وريدش انت أثناء المباراة تكوني متعصبة مع فريق جدش خلف، وأنا في قمة حماسي ورونقي مع فريق جدي سلوم. دوكم وإيش بنستفيد نحن من كل هذا؟ يا ريعانة بنكون قريبين منهم أكثر وأكثر، واللي فريقه يفوز نكلمه عن موضوع الموافقة على السفر. يعني لو فريق جدي خلف فاز أنا أكلمه هو؟ نعم، ولو فريق سلوم فاز ونحن راجعين البيت بكلمه. زين أقول ما يصير يفوز الفريقين؟ أقول أم يوسف وما تفهميني غلط؟ كيف بعد نوبة ما فهمش غلط؟ عصرش مو باغية تغلطي علي، وامو خلقولي مو هناك معي. لا والله حشا لا، بس يعني أنا شوية مترددة مثل ما يقولوا. ما يردش إلا الريح العاصف، قولي ولا تترددي. وتعرفيني أنا جاهزة حال كرد. على فكرة أنا يسموني الريح العاصف من يوم صغيرة، جات الريح وراحت الريح. عرفت إنك أبوي، بس أنا ما عارفة من وين أبدأ يعني. ما عارفة بدي بدينش اليمين وسلم العين. الله يلعن ابليسيش، كان باغية أكلمش ما باغية أضربش. زين أبوي زين، خلي ليل تكلمي فحي فوحي. فتتي الحكي. إيه كذاك؟ يعني أنا توقول يعني أنت ما ملاحظة على زوجش خلف إنه يعني ما مثل الأول؟ وابوي كيف يعني ما مثل الأول؟ إيه حرمة قيسي كلامش عدل ووزني قبل ما تقولي. لا تفوري كما صفرية العيش ولا تفكري في شيء أنا ما قصدته أصلاً. عجب فصل الصدوم زين. إيه نعم، ترى الكلام اللي ياخذ أكثر من معنى أنا ما أحبه، وصاحب المعنى يستعني. خلاص أبوي بنقولش. يعني هو بيني وبينش يا أم يوسف، أنا ملاحظة أن زوجي سلوم وحليله مسكين بدأ يعني الكبر يبين علي. مرة كذاك وحليله ينسى
ومرة يتخيل أشياء ما صارت، هذا غير عن سمعه اللي كل يوم ويقل كذا بايروح. ها؟ وحسن مش مشتقية معاه. أخبرش كلامش صحيح، نوبة أنا لاحظت إنه خلف، بدأ النظر عنده يشوط زيادة، ما أخفي عليش يعني أحيانا يجلس كمان الجني يفرفر طول الليل يتلوى كما قال عذرس، نعم ما ينام مبقق عينه ولا يعرف هو إيش يريد بالضبط. وفي ليلة من ليالي الزمان جيت ريحانة بنتني تورقني وهي مو تنتفض تفرفر من الخوف من تزقة. حبه قومي شوفي قدي ماله. بسم الله الرحمن الرحيم، مالش نزقتيني وانا ساي عيني. انا ما فيني شيء اقولش قدي قدي خلف ماله بحيط الشر. بسم الله الرحمن الرحيم، ما في الا العافيه ان شاء الله خير. ايش في هناك؟ انا بروحي خايفه، شفته يمر علي في الصاله وانا اشوف التلفزيون وهو يكلم نفسه بكلام ما مفهوم، ولما ناديته ما رد علي كانه ما يسمعني، ولما تبعته ووقفته قام يشوف علي وعيونه مدحرة وكأنه ما عارفني. بيكون دهمان يا أمي، قيلي يكون دهمان. لا تخافي لا تخافي، روحي انتي نامي وأنا بروح أشوفه وتفحص حالته زين ما زين. ما تريدين أجي معاش؟ ليه 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 ليه، ما يحتاج، أنا بروح لبروحي، أنا أعرف كيف أصابيه. أنا كم مرة أقول لكم وأنبه عليكم، في مسافر خانة شخص واحد يسكن في الغرفة، هذه حالة هذه حالة. وابو يا خلف على مقياس كلام عمرك، وايش مسهرنك انت وخير؟ لكن ما منكم انتو، من فاضل اللي مرخى عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوي ها خلف صحى، انت ترقص تتوهم خلف. سمعوني، أنا أعرف أن كل واحد فيكم جاي مطرح من منطقة غير، وسمعتوا عن مسافر خانة وتشاركتوا كلكم غرفة واحدة، بس هذا ما يصير، ومن بكر أنا بطرقكم واحد واحد. ها تسمعوني ولا لا؟ إيه أنت ودر عنك تربيته. صحى يلا صحى، أنا حرمتك يا سكالبك الحين، مو مالك تخلف. مالك زيانة، نزقتيني الله يهديك. وابوي من زيان ونوبي؟ جوانا أخت شوانا ولا؟ أنا حرمتكم يوسف ومتزوج علي جايب لي شريك أنا فوقي. أم يوسف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحيدك ميتة إيش طلعت من القبر؟ أكيد أنت جنية، بحق علي ريحان أبو يحقي جنية تدتك يوسف عندنا جات. اسمي خوفتهم وما بقيت لهم دم ذيك الليلة، نعم حشرتهم عشر. وهذا اللي أقول لك عليه يا سلوم يا أخوي. ما علي ما علي يا خليل، يمكن ذيك الليلة نمت تعبان ومرهق شوية، ما متعشي. تعبان ومرهق ها؟ أي تريد تفهم أن أنت ما فيك سلوم ها؟ أنا وبعتني وجه الشايب مو ذي اللي ما فيه نوبة؟ أقصد يعني ما يجيك اللي جيني أنا ذي الأيام وأموه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أنت تريد تجنني بكلامك؟ خلا وضح وضح وضح. ليش أوضح؟ أنا أقصد الأوهام اللي تجيني على كبر ما تجيك أنت بعد سلو؟ الأوهام، أنت هذا قصدك الأوهام؟ أنا فكرت شيء ثاني غير الأوهام. كيف يعني شيء ثاني؟ ماشي ماشي ماشي، المهم خلف أخوي. لا 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 لا، خبرني بالأول كيف يعني شيء ثاني، خبرني. يا ولدي الحلال، قلت لك ماشي 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 ثلاث مرات، لا تجلس بعد تأذيني وتهلكني. معنى سلوم ها؟ أنا تراني اليوم ما بودرك، يا أنك تقول ليش تقصد بشيء ثاني، يا أنك تعترف بالحقيقة اللي جالس تداريها. يلا هات. إيش هذه البلية اللي ابتليت بها؟ أبوي بخبرك بخبرك وأقول لك كل شيء. إيه إذا أبغى هلا هات، أنا سمعك أبوي. أنا ما أحسن منك في هذا الشيء، يعني اللي عندك عندي. يعني أنا وأنت متساوين في التخريف أسلوب؟ لا والله ما أظني متساوين، شوية في فرق بيني وبينك. ما فهمتك،
وضح وافصح يا سلوم. أظني إني متفوق عليك شوية. أم سعيدة ما حست ولا علمت ولا درت ذيك الليلة إلا وأنا واقف فوق راسها أنوفق في الظلمة مثل الصنم. تعرف مثل الصنم؟ وهي المسكينة نايمة على السرير. بسم الله الرحمن الرحيم. سلوم سلوم، مالك واقف فوق راسك ذاك سلوم؟ سلوم في عينش ورمة تاكل يدينش. انت ايش اللي قايلنك الليلة يا رجال؟ انت ايش اللي قابشني يا ام عيون مقاية تسوي؟ ما اكبر من عيونك بمدحرن كذاك وقالس نوفخ. نفخت عليش حيه حيه حيه. فرحان فرحان لحق علي، تعال شوف قدك ماله. يعني شافوا ان شنا ولا جايه من وراهم؟ تكلمي ولا بتغني توبخ ونقش؟ تكلمي اقول ايه. كما توقعنا اثنينتهم مصطابين بدوا يخرفوا. انزين هم بدوا يخرفوا وحنو؟ مع ان نحنو الحمد لله بخير وعافية بصحتنا وعافيتنا. هي انا اتكلم عن نفسي، ما اعرف اذا كان حد غيري مصطاب. انا ما قصدتك ذاك. الله يهديش، انت مالش؟ عقب ايش قصدت؟ الله يهديش ام سعيدة فسري. اقصد ان ايش بيكون دورنا معهم؟ منى بعد يكون دورنا؟ ترى نزوقاتهم ما جيرانهم، ايش بدنا نصير؟ اخبرك شلي حفيدتك وروحي بيتكم لو سمحتي. انا وبعدني تو على مش تطردين. انا ايش قلت؟ قلت غلط؟ انا فهميني، انت ما قلتي بدي يخرفوا؟ يعني احنا زوجاتهم بنجلس نتفرج عليهم وما نسوي شيء؟ ما لازم نساعدهم وهم في ذا السنة؟ سألش شوي علي كليتيني. إنزين كيف يعني؟ إيش قصدش؟ خبريني على إيش ناوية. الكلام المعلوم مع خلف وسلوم. صلاح الرئيسي أحمد الحمداني، والمخرج سعود الدرمكي. خلف. أنا خلف. خلف. أوي نعم. أنا شلوم. سلوم. نعم شلوم. معنى كلام المعلوم. يلا معاهم كلام معلوم، لا سوالف اليوم. سوالف بينا كل حين، لا سوالف اليوم. يلا سوالف بينا كل حين. نعم زمان الناس الطيبين. قاطع لهمك شنو؟ ماشي علوم ماشي. أنا ميوسف عندي العلوم. وأنا أم سعيدة معاها دودو. إذاعة الشباب رمضان فيه الخير ينساب. في سالفة قصيدة المعاني، في سالفة قصيدة المعاني، والشعر كل نبايها الليبة، والشعر كل نبايها الليبة. في ضاعة الشباب المغاني، في ضاعة الشباب المغاني، للمستمع مليون ترحيبة، للمستمع مليون ترحيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا أينما كنتم لتستمعوا لسالفة قصيدة. سالفة قصيدة اللي يأتيكم من إذاعة شباب من سلطنة عمان. سالفتنا اليوم حافظ المسكري يتعتب.
يتعتب على الزمان، والزمان يمكن مثل ما تقول شان فيه وسواله شيء مبزين وتعبان. تعبان الشاعر حافظ، قال عاد حافظ في الألفية يقول: الألف ألفت المثل من كل فن، متأسف وابكي عصور غايبة، الباب داني الشيب ولا مكمل سن، سود العوارض لأنها الفودة شايبة، والتات كسرت غصوني والركن يلي كانت تحت الظليل محنبة، والثالث ما نسنين عادل لي مضن، أربع فراحة وأربع سارن في تعبه، والتات كسرت غصوني والركن يلي كانت علي الظليل محنبة، والذات ما نزنين عادل لي مضن، أربعة في نعمة وأربع صار في تعبة، واليم جافاني محبي والوطن قليل اللي يسعى علي بمذهبة، والحاح وان العسر وزاد بالحزن لي علي يسرت منا أهله وعربه، والخاخ لقني ربي في غصة ومحن، هذا شر الدنيا وعلى الله العاقبة، والدال دهري سن في سنة مدسن، عزم يعضني بنابة ومخالبة، الدال دهري سن في سنة مدسن، عزم يعضني بنابة ومخالبة، والذال ذاك الأولي مات ودفن يلي مسقيني رياحا طيبة، والذال ذاك الأولي مات ودفن يلي مسقيني رياحا طيبة، والرار باعتي منهم تعقب من ليفرح بهم سعيد يحل النايبة، الزاز ماني باعن برخص الثمن ورماع لي راسي جميع مصايبة، السين سال دمعتي من كل وجن من دمعتي أرض المحيلة معشبة، الشين شانت صورتي وذاك الحسن ما شي طبيب بات بلغة طبايبة، والصاد صادق قولي والله مضغن إن الفتاة أقاربة عقاربة، الطا طلبت ربي يحيي للزمن إلينا عاوض كل حد بموجبة، العين عصر ماسي غيبت الثمن بعطي زمر اللي يعاوضني بشبة، والغين غابت عني لحظات الوسن حتى مفارق راسي عادت شايبة، والفاف قلبي زرقتين تلاحقن زرقة عسيرة وزرقة بوسود هدبة، إن والغين غابت عني لحظات لي وسن حتى مفارق راسي عادت شايبة، والفاف قلبي زرقتين تلاحقن زرقة عسيرة وزرقة بوسود هدبة. وهذه سالفة اليوم. في سالفة قصيدة المعاني، في سالفة قصيدة المعاني، وشارك اللي نبايها الليبة، وشارك اللي نبايها الليبة، في ضاعت الشباب المغاني، في ضاعت الشباب المغاني، للمستمع مليون ترحيبة، للمستمع مليون ترحيبة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 يا كتاب الله. أمشي
زادي آيات القرآن الهادي فيه أستبصر لحياتي خيرا أبقيه لأولادي صباحي ومسائي ورد فيه وفي السنة أورادي أمشي دربي ما لي زاد غير كتاب الله الهادي يغدو بالنعم ويروح آناء الليل تلاوته تسمو بالنفس وبالروح في بيتي صوت القرآن يغدو بالنعم ويروح آناء الليل تلاوته تسمو بالنفس وبالروح أطراف النهار تأمله تشفي آلاما وجروح أمشي وبصحبة عائلتي في ظل القرآن الهادي أطراف النهار تأمله تشفي آلاما وجروح أمشي وبصحبة عائلتي في ظل القرآن الهادي أمشي دربي ومعي زادي سادي آيات القرآن الهادي, الهادي أستبصر لحياتي خيرا أبقيه لأولادي الله 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 يا كتاب الله 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 السنة خير رسالة والعالم يشكو حالة بضياها جاء محمد ليذوق الظلم مآلا السنة خير رسالة والعالم يشكو حالة ليذوق الظلم مآلا فاقرأ وتدبر واحفظ يحفظك الله تعالى بهما أحيا بكرامة في حفظ الله تعالى فاقرأ وتدبر واحفظ يحفظك الله تعالى بهما حيا بكرامة
في حفظ الله تعالى. الله 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 يا الله 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 يا كتاب الله. الشباب رمضان فيه الخير ينساب. النجم أحمد حلمي في مين معايا؟ مين معايا؟ كلموني. مين معايا؟ عبروني. طب مين معايا؟ كلموني. مين معايا؟ كلموني. قافلين ليه السكة في وشي؟ مشبهش ولا انا مشبهش؟ وبكلم دوكها ودوك هما شاورولي على حد ما طنش. مين معايا؟ انا حاسس ان دي مؤامرة، بيوروني العين الحمرة، الناس كلها متضني وكأني بتلبط الصمرة. مين معايا؟ كلموني. مين معايا؟ عبروني. مين معايا؟ بطولة النجمة دنيا سمير غانم. مين معايا؟ تأليف مجدي الكوتش. شارك في البطولة بيومي فؤاد، شيماء سيف، مجدي بدر، سامي عاطف، إيناس عز الدين، وفاء أمر، نيفر تاري، أميرة درويش، عادل زهدي. مين معايا؟ كلمات وألحان عزيز الشفعي، توزيع جيزو، هندسة صوتية مصطفى منير، إدارة مالية بوسي محمد. مين معايا؟ إشراف عام سليمان أبو غالي. مين معايا؟ إخراج علاء خلف. مين معايا؟ كلموني. مين معايا؟ عبروني. دعاء، إيه اللي بتتصل؟ أنت مش قلت إن نمرتها مضروبة؟ ما أنت جربت النمرة بنفسك. خلاص رد عليها وحاول تستدرجها لحد ما تيجي هنا، وبعدين نشوف حكايتها ايه بالظبط. صح صح. طب سيب الموبايل، خلينا رد يا اخي. بقى انا عايز اسمع. سيبني بقى. الو. لعلمك بقى، انا بعد ما نزلت من عندك حلفت برحمه بابا اني مش هعبرك تاني واسيبك تولع بجاز كده انت والبنسيون بتاعك. طب وايه اللي خلاك تتصلي؟ مفيش احساس؟ مفيش كرامه؟ يا اخي انا بقول لك استدرجها، مش تديها بالمطوه في وشها. طيب استنى، ايه اللي خلاكي ترجعي في كلامك تاني يا انسه دعاء؟ للاسف الشديد مامتك جاتلي امبارح. انت هتصابت يا بنت انتي، انتي مش قلتي ان امي ماتت؟ جاتلي في المنام وترجتني خلي بالي منك واديك الميراث بتاعك. قولها هتيجي، قولها انك قاعد لوحدك، قولها هتيجي. يا عم استنى، ولا اقولها تجيب واحده صاحبتها معاها؟ اسكت بقى. فانت زينب دي افضلها عليا كتير قوي، طبعا الاحاسيس والمشاعر دي معدومه عندك. يعني اقفل السكه في وشها؟ اصبر اصبر يا يوسف، خلينا نشوف اخرتها ايه معاها. طيب انتي عايزه ايه دلوقتي يا ام نص لسان انتي؟ ان حضرتك تنزل وتهز طولك كده وتعمل لي توكيل عشان اخلص اجراءات الميراث. وعايزاني طبعا بعد ما اخلص التوكيل اتصل بيكي. اكيد. واجي اتصل بيكي الاقي نمرتك مش موجوده في الخدمه. نمره ايه اللي مش موجوده في الخدمه؟ امال انا بتصل بيك ازاي؟ وعموما لو مش عايز تتصل تعالى لي البيت. ايه على طول كده؟ انا هبعت لك العنوان في مسج،
هستناك بكرة الساعة 6. طيب تحبي ألبس حاجة معينة ولا ما بيفرقش معاكي؟ أنت إنسان مستهتر. سلام. أنا ما كنتش عارف إنك محظوظ للدرجة دي، تورس بنسيون وكمان هتروح لها البيت. أنت إيه يا أخي؟ دكتور رشوان، غير الأوفر اللي أنت عملته ده، أنا عندي إحساس إن البنت دي عاملة لي كمين. يا أخي حرام عليك، أوفر، أنت ما بتعرفش تفرح أبدا. خد خد. رايح فين يا دكتور؟ رايح فين بس؟ هغور من وشك. سلام. سلام. لو سمحت عمارة نمرة 8 فين؟ تاني عمارة على اليمين. شكرا شكرا. ايه ده؟ دي فيلا؟ معقولة كل بنت المعفنة دي ساكنة في فيلا وفي مصر الجديدة وكمان بوابة حديد؟ المكان ده شكله مهجور ولا ايه؟ الحمد لله في كلب. بقولك ايه يا كلب، ما تعرفش دعاء ساكنة فين لو سمحت؟ دعاء دعاء، تعرفش ساكنة فني داهية؟ بص انا مش فاهم منك حاجة بصراحة. الفيلا دي بقى الواحد يخشها ازاي؟ لا باين لها وش من قفا ولا. انت بتهز ديلك ليه كده؟ ايوه 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 فهمت فهمت، انت عايزني انا امشي وراك؟ ها ماشي ماشي، اتفضل 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 قدامي، اتفضل سيدي. برافو عليك برافو عليك يا كلب، وصلتني لحد باب الفيلا. شكلك كده تقرب لدعاء. ابن خالتها، ابن عمها، خراجي جميل. طب ايه، مش هتدخل معايا؟ خليك جدع بقى، انا خايف ادخل لوحدي. انا احسن حاجه اخبط وارمي لها التوكيل ده في وشها واجري. ايه ده، الباب مفتوح؟ والله انا قلبي حاسس ان البت دي عامله لي كمين. خير يا دعاء؟ دعاء انت يا بت، معقوله تكون ساكنه في وسط التراب والعنكبوت ده؟ مصيبه لا تطلع مصاص الدماء ولا حاجه. لا لا دي شكلها يدي على زومبي. يا دعاء، سلم الخشب ده انا شفته قبل كده. ها والنجف الكريستال اللي نص لمباتها محروقه والاباجوره اللي لمباتها بتترعش طول الوقت. لا والصالون الابيسون ده، ايوه ايوه المنقر ده، مش فاهم حاجة. لا أنا أكيد في كابوس. الله يخرب بيت أفكارك يا دكتور رشوان. سامع حد نازل على السلم. دعاء دعاء، أنت اللي نازلة على السلم يا دعاء؟ مش ليه الجزمة دي؟ أنا احتياطي خليني واقف جنب الباب. ده إيه ده؟ ده راجل عجوز ده ولا إيه؟ ده راجل عجوز، هي مشيت لأبوها مات الولية دي؟ قول بإيدي يا ابني، مش قادر اصله بطولي. تعال 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 يا عم الحاج، اتفضل تعال. شكرا يا ابني، انا خلاص ما عدتش قادر استحمل السلم ده. وانت ايه بس اللي نزلك؟ طب ما تقعد تستريح. بقول لك ايه يا فاهم، ممكن تعمل لي كوبايه شاي؟ حضرتك انا مش فاهمي، انا يوسف. عاشت الاسامي. انا الحقيقه كنت جاي اقابل الانسه دعاء. وماله يا ابني؟ ناولني كوبايه ميه يا فاهمي. حاضر حاضر، اتفضل اتفضل. وعلى فكرة أنا اسمي يوسف. أنت قلتلي جاي تقابل مين؟ دعاء سيد البرنس، الله يرحمها. إيه؟ دعاء ماتت؟ من زمان، اتخطفت في عز شبابها. أنت بتقول إيه بس؟ دي جاتلي من يومين البيت. هي جاتلك؟ شد حيلك يا ابني. أشد حيلي ليه؟ وأنا كده هموت؟ كل واحد فينا ليه معاد. وأنت معادك اتأخر ليه؟ أنا أسفة على التأخير يا أستاذ يوسف، البلد زحمة قوي. دعاء يا نهار اسود، استاذ يوسف استاذ يوسف استاذ يوسف، فوق يا يوسف. انت مين انت مين؟ انا دعاء. دعاء دعاء دعاء. لا بقول لك ايه، انا مش فاضيه للدلع ده، انت كل شويه هيغمى عليك. انت عايزه ايه مني؟ عايزه ايه مني؟ حرام عليكي، انا لسه ما دخلتش دنيا وعندي روايه لسه ما خلصتهاش. عايزه تاخديني معاكي ليه؟ ها ليه؟ اخدك فين يا استاذ انت؟ يعني هتاخديني جنينة الأسماك؟ عايز تاخديني الأخرة طبعا. أخرة؟ أيوة، مش أنت ميتة؟ لا 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 لا، ده أنت حالتك صعبة قوي. طب بعدي 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 عني، مالك لازقة فيا ليه كده؟ ده أنت ميتة رخمة قوي. أنت جاي تفول عليا يا عم، ما أنا بتنفس قدامك أهو، بص حتى على مناخيري. شش بس بس بس، بتنزلي حاجات بعدي مناخيري مش عارف. وبعدين بقى، هو في ميتة بتتكلم ولا أنت التأليف كل دماغك؟ بس أصل الراجل العجوز قال لي إنك ميتة. عم عبد التواب؟ معرفش اذا كان عبد التواب ولا عبد الحفيظ، هو قال لي انك ميته من زمان. هو في حد ياخد على كلام عبد التواب
ده راجل بركة وعنده زهايمر. يعني انت مش ميتة؟ يو بقى ما انا واقفة قدامك اهو. طب 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 ممكن افعص فيكي شوية عشان اتأكد؟ تفعص في مين يالا انت هتستهبل؟ خلاص خلاص اقفلي بقك. وايه الاوضه الكئيبه دي؟ دي اوضتي. اوضتك يعني السرير اللي انا نايم عليه ده بتاعك؟ ايوه. اه يا سفله، وازاي تنامي راجل غريب على سريرك؟ انت مش غريب، انت صاحب مكان، البيت ده كله بتاعك اصلا. ايه انت عايزه تفهميني ان بيت الرعب ده هو ده البنسيون اللي انا ورثته؟ ايوه. وعرفاني في عيشتي واعمل لي توكيل وامك وصت تسيبه زي ما هو. اسيب ايه امور؟ البنسيون ده قايل السقوط. اصل طنط زينب ما كانش معاها فلوس تجدده، شد حيلك انت بقى. كمان عايزاني اجدده؟ انا مش عارف ام الله يرحمها ايه اللي فكرها بيا بعد السنين دي كلها الحقيقه. طب يلا بقى قوم معايا عشان تشوفها. اشوف مين؟ طنط زينب. بقولك ايه، بقولك ايه، انا ما بحبش النوع ده من الهزار. انت هتقوم ولا اندهلك عم عبد التواب؟ لا هقوم. مين معايا؟ عبروني. ما تدخل يا عم، واقف متسمر كده ليه؟ فيها ايه الاوضه دي؟ يعني هيكون فيها ايه؟ اوضه عاديه، اوضه طنط زينب. وهي جوه؟ يخرب بيت افلام الرعب اللي واكله دماغك يا عم. ادخل يا عم. هي بقت كده يا عم؟ دي اكبر اوضه في البانسيون، فيها حمام ومطبخ وليفنج روم، تقدر تقول عليها كده سويت 5 ستارز. هي دي صوره امي؟ ايوه كانت زي القمر. ياه ده انا حاولت كتير هتخيل ملامحها، لكن بصراحة ما كنتش عارف انها حلوة كده. هو انت ما عندكش صور ليها خالص؟ لا امي سابتني وانا عندي سنتين، وتقريبا ابويا حرق كل صورها بعد الطلاق. تعرفة انا لحد الاعدادية كنت فاكر انها ميتة، وابويا جالي فجأة وقال لي امك عايشة. وما حاولتش تدور عليها؟ ابويا قال لي انها سافرت مع جوزها استراليا. هي فعلا كانت في استراليا، بس بعد ما جوزها مات رجعت مصر وعملت فيلتها بانسيون عشان ما تحسش بالوحدة. وانت بقالك كتير بقى عايشة هنا؟ أنا عايشة هنا من زمان، أصل بابا وماما ماتوا في حادثة، وطنط زينب الله يرحمها هي اللي ربتني وعلمتني. إيه ده؟ النور قطع. معقولة هو بيقطع هنا كتير؟ ها؟ دعاء يا دعاء يا دعاء. كنت فين يا حامد؟ عوقت كده ليه؟ أصل طلعت أشجر على الأستاذ يوسف. تصدق يا حورية لساته برا لحد دلوقتي. يو وإيه المشكلة؟ هو الأستاذ يوسف لسه صغير. بس الأستاذ مش متعود يعوقك ده. مش يمكن راح لحد من قريبه؟ الأستاذ مقطوع من شجرة، ده من ساعة ما جيت العمارة لا شفت له خال ولا عم. يا خوي الغيب حجته معاه. فدك سيرة بقى وخلينا في موضوعنا. موضوع يا حورية؟ واحنا من امتى في بينا مواضيع اصلا؟ المروحه يا حامد اللي قلت لك عليه، انا خلاص جربت افطس من كتمه القاضي. ما تقلقيش، الاستاذ قال لي هيشتري لي واحده 4 ريشه. ده لو رجع بقى. فلله ولا فالك، اتخمدي يا بيت تكدهيه في ملفظك. انت قلبك ضعيف كده ليه؟ ايه المشكله يعني لما النور يتقطع؟ انت بتعملي ايه؟ بفتح البلكونه. بلا بلكونه بلا زفت دلوقتي، لو سمحت خرجيني من مكان الكئيب ده. تعالى بس تعالى، ده الفيو هنا يجنن. طنط زينب كانت بتحب تقعد هنا الصبح وتشرب فنجان القهوة وتبص على الشجر والجنينة وحمام السباحة. الله الله، انت هتستعبطي، انت بتسمي الخرابة دي جنينة؟ وفين الشجر وحمام السباحة ده؟ كل ده كان موجود من كام سنة، شد حيلك انت بقى ورجعهم تاني. ده ميراث ايه ده اللي انا هقعد اصرف عليه؟ الحمد لله النور جه. هي النور جه. بقولك ايه يا اخت دعاء، اتفضلي التوكيل بتاعي اهو، انا ماشي قبل النور ما يقطع تاني. ها ويا ريت من فضلك ما اشوفش وشك تاني. عن اذنك. استنى عندك. عايزه ايه؟ اتفضل مفتاح الاوضه. اعمل بيه ايه؟ دي وصيه المرحومه، انك تستلم الاوضه وتقعد فيها. انت فاكره ان انا ممكن اقعد في البنسيون ده دقيقه واحده؟ ها ده عشم ابليس في الجنه. انا مال انا تقعد ولا تقف، ده موضوع يخصك. انا بلغتك الوصيه وعملت اللي عليا وخلاص. واقول لك على حاجه، انت اصلا ما تستاهلش حب طنط زينب ليك. واقول لك انا بقى على حاجه، لما تخلصي اجراءات الميراث واستلم البنسيون، عارفه اول حاجه هعملها ايه؟ هتوضى بالجنينه؟ لا هكروشك من البنسيون ده. ما تقدرش، عشان اسمي مكتوب في الوصيه. يا ساتر على رخامتك، انت ايه، مفيش كرامه لازقه بغيرها؟ اتفضل المفتاح. طب اوعي من وشي، خلينا غور من هنا. يا ماما. ايه ده ايه ده؟ سيب دراعي لو سمحت. انت يا استاذ.
الغاز. ايه اللي انا سمعته ده؟ سمعت ايه؟ سمعت الرعد في ودانك. انت مش سامعه في واحده بتصرخ؟ لا لا ما تاخدش في بالك، دي مدام شهندة. مدام شهندة؟ ومدام شهندة دي بتصرخ ليه؟ في حد داس على ديلها مثلا؟ دي قصه كبيره يطول شرحها. طب انت هتفضلي واقفه كده كتير؟ ما تروحي تشوفيها بتصرخ ليه. اروح ازاي وانت مكلبش في دراعي كده؟ انت رايحه فين؟ هروح اشوف شهندة. وهتسيبيني لوحدي يا استاذ؟ انت راجل كبير وفرع، عيب كده. فعلا فعلا انا فرع. اتفضلي اتفضلي انت. استني يا دعاء. مين معايا؟ كلموني. مين معايا؟ عبروني. الرقم المطلوب مرفوع مؤقتا من الخدمة، اي خدمة، برجاء الاتصال. معلش معلش في وقت لاحق قصدي جبهة صحيح. وغدا حلقة جديدة. أحمد حلمي، دنيا سمير غانم. تم تسجيل التتر في لامب ستوديوز. مين معايا؟ كلمات والحان عزيز الشفعي. توزيع عجيزو. هندسة صوتية مصطفى منير. إدارة مالية موسى محمد. إشراف عام سليمان أبو غالي. تأليف مجد الكوتش. إخراج علاء خلف. مين معايا؟ كلموني.